استاذ هزاع بن زايد. واضح طبعا انه كل شيء خمس نجوم. صديقك سعيد اهو كابتن ضياء اداري النادي النشيط، الكابتن حسام غالي، شريف اكرامي، مايكل ليندمان، سيد عبد الحفيظ، وليد سليمان، على فكره عماد متعب وصل النهارده الفجر، كابتن ابراهيم ده المترجم، عبد الله السعيد، صبري رحيل، عظيمه صديق برضه، اسامه عرابي، طارق سليمان، احمد فتحي، احمد حجازي المصاب، رامي ربيعه، وباسم باسم علي، احمد عادل عبد المنعم، محمد والعيلة، ابو العيله، دكتور ايمن، مسعد السوليه، عمرو السوليه، عماد متعب، كابتن طارق عبد العزيز، وصالح جمعه اللي هيشارك اساسي النهارده، احمد الشيخ، مؤمن زكريا، عمرو جمال، كل نجوم النادي الاهلي، محمد نجيب اللي هيشارك بصفه اساسيه ايضا النهارده، حسام عاشور اللي هيكون على دكه البدلاء في بدايه اللقاء، ده مسعد عوض هنا بقى، محمد هاني، حسين السيد، سعد سمير، اخف دم في الدنيا، اخف دم في الدنيا سعد سمير، ملوش حل والله يا كابتن ضيع، عامل حاله طيبه جدا، وملك اوفونا. خلينا اقول للناس تشكيله النادي الاهلي اللي هيبدا بيها النهارده مارتن يول، شريف اكرامي لحراسه المرمى، محمد هاني في مركز الظهير الايمن، رامي ربيعه، محمد نجيب، صبري رحيل، احمد فتحي دخل في القلب بديلا لحسام عاشور، حسام غالي وصالح جمعه النهارده بديلا لعبد الله السعيد، بيلعب مؤمن زكريا، بيلعب وليد سليمان، وبيلعب جون انطوي كراس حربه في هذا اللقاء. كابتن محسن زي ما حضرتك توقعت هيريح عنصر او عنصرين النهارده، جه على عبد الله السعيد، حسام عاشور، يمكن هما الاثنين اللي قعدوا على دكه البدلاء واحتفظ بفريقه شبه كاملا في للعيبه اللي بتلعب واللي ما بتلعبش دايما في حاله منافسه. نعم. ودايما في حاله منافسه لان هو مؤمن وهو مدرب كبير انه هيحتاج اللعيب ده. نعم. وبيحسس دايما اللعيب انه في اي وقت هيلعب، فلما يلعب لازم يظهر بشكل كويس، وده اللي بيتطبق. اتمنى اشوف ده النهارده مع صالح ومحمد هاني، يمكن دول العنصرين اللي هم بعاد بقالهم فتره عن التشكيل الاساسي، يمكن نجيب لعب عشان اصابه حجازي، صحيح. وليد بيلعب، جون بيلعب، مؤمن طبعا اساسي، صالح وهاني زي ما انت قلت. انا اتمنى اتمنى انه صالح يبقى ما يبقاش متوتر، ويبقى عارف انه ان ده مش اختبار ليه، لانه ماتش كويس معلوش ضغط. على فكره انا عايز اقوله لك بس انه ما فيش مشكله مع صالح في المستوى الفني ده خالص، انت تفهم كلامي. انا فاهم طبعا، انا طبعا رايح لفين يعني، انا عارف ما عندوش مشاكل ابدا في الجانب الفني، اتمنى ان هو يفرغ نفسه للجانب الفني بالظبط كده، لان هو ما عندوش مشكله في الجانب الفني، لازم يفرغ نفسه للجانب الفني عشان يثبت ان هو صفقه جت يبقى له حق في الوجود داخل التيم انه يلعب ويشارك، لان انا لان امكانياته تسمح. انا قبل يعني في الاجازه اللي فاتت دي من شهر شفته وركبته من ولادك يا كابتن ضيف، كان معايا في كاس العالم في قلت له خد بالك قطر النادي الاهلي ما بيستناش حد، برافو عليك، والقطر انت هتتفرم بيفرم اي حد، ما بيستناش ما بيستناش مش هيستناك، لو هتفضل مأخر نفسك بهذا الشكل لازم تهتم بنفسك فنيا وتبعد نفسك عن اي حاجه ثانيه عشان يبقى لك وجود، والا ما يعني صحيح. ما حدش هيستناك. نعم. فاتمنى انه يبقى له وجود كويس في ماتش ما لهوش فيه ضغط، ما لهوش فيه اي ضغط عصبي يعني. نعم. كابتن خالد نسيبك انت بقى مع روما وانت الاكثر خبره والاكثر درايه، كوستاس مانولاس، نوبرليتو تانيالو، يعني خلينا اسكتات ومصريات واحسناته، يعني خلينا نتكلم دي طليانات، خلي بالك كابتن محسناته اتفضل يا كابتن خالد. محمد صلاح طبعا بالطلياني سهل خالص، لا ده معاز منك كريم قام بمجهود كبير جدا، والكاميرات طبعا تلاحق محمد صلاح في كل مكان، اتفضل يا كابتن خالد. صلاح وشان، إيمرسون، عمر صديق، عمر صديق، كاستان، قلب الدفاع اللي كان وصيف في دماغه، ميرالم بيانيتش، واضح، فرانشيسكو توتي، برضه امبراطور هو، بس شخصية على فكرة الحقيقة والله طيبة، فعلا طيبة جدا، متواضعة جدا، انا كان عندي انطباع ثاني والله يا كابتن، لا 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 طيبة جدا جدا، متواضعة جدا جدا، تشيكو لسه نازل، دي سانتس حارس المرمى، نعم، بس خلاص هم خلصوا كابتن سواء 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 بيبان برضو من النزول، يعني تحس انه برضو حته تركيز حته اهميه، انا عايش في الفندق عايش مع
شكرا للزميل العزيز احمد شوبير، الشكر للكباتن الكبار كابتن محسن صالح، كابتن خالد بيومي، والكابتن ضياء السيد. اصدقائي المشاهدين اهلا وسهلا ومرحبا بكم من هنا من احد التحف المعماريه الإماراتية العربية الخليجية المتوسطية الجميلة. إنه الاستاد الرائع الأفضل عام 2014، استاد وملعب الزاع بن زايد، الملعب الرئيسي لفريق نادي العين، والملعب اللي كان حصل على لقب استاد العام عام 2014 وانضم لقائمة المباني المرشحة للفوز بجائزة العمارة العالمية في سنغافورة. الملعب اللي بيستقبل النجوم ويستقبل كبات الفريقين وأبطال روما وأبطال أيضا النادي الأهلي. وفي المقام الأول طبعا يجمل هذا الملعب في هذا المساء هو الحضور المصري المصري، الأهلاوي والزملكاوي، المصري والإماراتي والسعودي والقطري والبحريني والجزائري والمغربي والتونسي، كل النهاردة الحقيقة لا يعلو الصوت في هذا الملعب عن صوت المتعة والاستمتاع. المباراة فيها الكثير والكثير من جنبات المتعة والإثارة والندية، فيها تاريخ وعبق كبير جدا بالنسبة لنادي كبير اسمه النادي الأهلي، أعظم نادي في الكون. الجماهير اللي حضرت النهاردة من كل مكان من الوطن العربي وليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة، منهم أيضا من وصل من أوروبا من القارة الأوروبية، ومنهم من يساند القلعة الحمراء في هذا المساء. اللون الأحمر مع لون البنفسج مع لون نادي العين، النادي اللي احتل ترتيب الوصافة في الدوري الخليجي العربي، والنادي اللي عنده سيمي فاينل بطولة هي اغلى البطولات الاماراتيه، بطوله كاس صاحب السمو رئيس الدوله، اللقب الغالي بالنسبه للفرق الاماراتيه. كرنفال جميل الحقيقه، صوره معبره تماما عن نفسها، صوره تعبر كل محتفل الحقيقه، استقبال على اعلى مستوى، استقبال في في اي بي بالنسبه لبدايه الاحتفال في لقاء الاهلي وروما. إذن أجواء جميلة جدا هنا، الزميلة المذيعة الداخلية وأسماء لدى الفريقين. النادي الأهلي النهاردة بيلعب بشريف إكرامي حارس مرمى، أربعة مدافعين للنادي الأهلي، محمد هاني على اليمين رقم 30، على اليسار اللاعب صبر رحيل رقم 6، اثنين مدافعين في الأهلي برامي ربيعة 3، محمد نجيب 23، أحمد فتحي نص الملعب وحسام غالي، فوق منهم وليد سليمان، صالح جمعة، مؤمن زكريا وجون أنطوي. أجواء جميلة جدا هنا، تعريف بقيمة وقدر هذا الملعب الحقيقة. إذن أمسية كروية جميلة بالنسبة لفريق نادي روما وفريق النادي الأهلي. انظر حضراتكم تشكيلة النادي الأهلي. إذن نادي روما النهارده يلعب بلوبون حارس المرمى، على اليمين 87 لاعب زوكانوفيتش، على اليسار البرازيلي ميرسون رقم 33، اثنين مدافعين في قلب الدفاع، مانولاس رقم 44، كاستان رقم 5، فوق منهم موجود على طول باريديس اللاعب الارجنتيني، يبدا المباراه النهارده كلاعب اساسي، على يمينه ستراتمان رقم 6، وعلى يساره اللاعب بيانيتش رقم 15، فوق منهم على طول محمد صلاح في الجبهه اليمنى رقم 11، النجم الكبير جدا اللاعب فرانشيسكو توتي رقم 10 على اليسار، ويبقى كمهاجم النهارده اللاعب ايدن جيكو، النجم الكبير جدا. اذا نزول الفريقين، نزول النادي الكبير النادي الاهلي صاحب التاريخ والارقام والمعطيات بقياده الكابتن حسام غالي، وهنا الدخله العظيمه، الدخله الجميله. الاهلي دائما كبير الحقيقه، ليس فقط في مصر وانما في كاس العالم للانديه وفي افريقيا وفي ادغال افريقيا، وهنا هذا الجمهور يثبت في هذا المساء. شوف الروعه، شوف الجمال، شوف اللفته، شوف المتعه، جمهور عظيم. 1907 تتكتب باللون الابيض والاحمر والاسمر، الالوان العاشقة والمحبة بالنسبة للجينات المصرية، ثلاث ألوان أو أربع ألوان في هذا المساء، هو لون النادي والتاريخ والكبير جدا في هذه الليلة. مباراة كرنفال الحقيقة، مباراة كرنفال، استقبال على أعلى مستوى، احتفالية على أعلى مستوى تليق بقيمة الناديين والفريقين.
إذن عزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. السلام الوطني لجمهورية إيطاليا الآن حيعزف. عازف السلام الوطني لجمهورية إيطاليا مع السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. إذن عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، بداية الكرنفال الجميل، مصر التاريخ، مصر الأصالة، مصر النيل، مصر الثقافة، مصر الحضارة، حضارة الحضارة المصرية في هذا المساء أمام الحضارة الإيطالية وأمام ثقافة وتاريخ نادي كبير جدا 1907 وفارق 20 عام ما بين النادي الأهلي وما بين فريق نادي روما. إذن شكر كبير جدا لدولة الإمارات العربية المتحدة، الاحتفالية والكرنفال والاستقبال الرائع والجميل بقيمة نادي روما أحد أعرق الأندية الأوروبية، واستقبال يعني استقبال الأشقاء أيضا استقبال كبير للنادي الأهلي في هذا المساء. بداية جميلة، نأمل ونتمنى إن شاء الله نستمتع من خلال النجوم الكبار اللي النهاردة حيثروا أحداث هذه المواجهة. النادي الأهلي بعد ما تقابل أمام نادي الزمالك على هذا المساء أو على هذا الملعب في مساء كان قريب جدا من هذه الليلة، التقى النادي الأهلي ونادي الزمالك أحد أعرق الأندية العربية على مر التاريخ بأرقامهم وبطولاتهم وتاريخهم
ونجومهم الكبار الحقيقه اللي ارتدوا قميص الناديين الكبيرين. ياتي النادي الاهلي للمره الثانيه، في المره الاولى كان عبد العزيز عبد الشافي هو المدير الفني، في هذا المساء يبقى المدرب مارتينيول، المدرب اللي بدا يخطف قلوب هذه الجماهير الكبيره، جمهور عظيم عظيم جدا طبعا جمهور النادي الاهلي، جمهور اللي ممكن تشوفه حتى لو رحت الهولولولو، حتى لو رحت بعد استراليا باستراليا. اذا النجم الكبير جدا حسام غالي، اجواء كرنفاليه جميله، تكريم في كل مكان الحقيقه، يكرم الكابيتانو نجم كبير جدا طبعا حسام غالي، يضاف الى اجواء تكريميه جميله لكابتن او للنادي الاهلي بشكل عام، للكابتن حسام غالي واحد من اللعيبه الكبار من الاسماء الكبيره اللي لعبوا على المستوى الاوروبي، ويبقى اسم كبير جدا ايضا على مستوى المنتخب الوطني، واحد من ابرز اللعيبه اللي جابتهم افريقيا وليس فقط مصر الحقيقه في مركز وسط الملعب، وليه دور كبير جدا الان في الفتره ديت مع النادي الاهلي، فتره بناء فريق جديد وفتره بناء، يضاف اسمه لنجوم عظام ولكباتن عظام الحقيقه ارتدوا قميص النادي الاهلي. فرانشيسكو توتي النهارده في اكتر من تكريم، حسام غالي وفرانشيسكو توتي نجم الكبير جدا، توتي الحدوته، توتي الموضوع، توتي اكتر من 600 مباراه، توتي النجم الكبير 24 عام مع تاريخ هذا النادي، توتي نموذج للوفاء، نموذج للانتماء، نموذج للاسماء الكبيره الحقيقه اللي المال ما اغراهمش فتره طويله جدا، كان نادي ريال مدريد الحقيقه يسعى لخدمات واكتساب خدمات توتي لكن لم يترك النادي، لذلك اصبح تميمه كبيره بالنسبه للفريق بالفريق عاصمه الايطاليه. اذا ليله الكرنفال من البدايه لسه فرحاله التكريم ايضا جمهور النادي الاهلي العظيم. النادي الاهلي يكرم روما والنادي روما يكرم النادي الاهلي، عظمه كبيره جدا في المساء، هي دي كره القدم وهو ده الكرنفال الجميل الحقيقه، قيمه كبيره نادي روما، وادي هنا العلم المصري جنب العلم الاماراتي، واجواء جميله الحقيقه وعلم ايضا ايطاليا، الامارات دايما ترحب بكل اجناس العالم بكل صفات العالم، استقبال كبير ايضا بالنسبه للحضور الجماهيري الايطالي اللي حضر النهارده لمؤازره فريق نادي روما. ادي توتي نجم الكبير جدا، توتي بعد 14 سنه النادي الاهلي يتقابل مره اخرى تاني هنا في دوله الامارات العربيه المتحده، هو لقاء للتاريخ بصافره تحكيميه اماراتيه كبيره جدا بقياده الحكم الدولي الاماراتي يعقوب الحمادي، والاضافي الاول هو عبد الله ناجي، اضافي ثاني يحيى الملا، المساعد الاول احمد الشمسي، والمساعد الثاني وخميس فيروز، الحكم الرابع عبد الله راشد، بينما مراقب الحكام لهذا المساء هو الحكم المونديالي السابق السيد صالح المرزوقي. تشكيله النادي الاهلي على الصوره مره ثانيه من جديد، شريف اكرامي، محمد هاني، رامي ربيعه، محمد نجيب، وصبري رحيل، اربعه مدافعين، نص الملعب احمد فتحي، حسام غالي، فوق منهم وليد سليمان، صالح جمعه، مؤمن زكريا، وفي الامام جون انتوي. فخر كبير جدا ترتدي قميص النادي الاهلي، موضوع كبير، موضوع كبير وقيمه كبيره. وادي يعقوب الحمادي حكم عنده 35 سنه، ابو يوسف حكم وضابط بوليس ضابط شرطه، ادار للنادي الاهلي ماتش قبل كده كان امام فريق الامارات مباراه وديه في دوله الامارات العربيه المتحده، واخر زياره لهذا الملعب الجميل استاد الزاع ملعب نادي العين، كان لقاء امام فريق نادي بنياس اللي كان قبل كده اللاعب محمد ابو تريكه النجم الكبير لاعب لبنياس. يعقوب عنده السبع مباريات دولية وهو أحد الأسماء الكبيرة اللي بتجمع ما بين العلم والرياضة والصفارة، الحاصل على ماجستير القانون من جامعة الإمارات، حكم الإدارة 14 ماتش هذا الموسم في دوري الخليج العربي، هو اللي بيدير أحداث هذه المواجهة الكبيرة. إذا صفارة البداية، صفارة الانتظار، فريق التحكيم وفريق الإمارات وفريق النادي الأهلي وفريق أبو ظبي الرياضية وفريق صدى البلد، لا صوت يعلو في هذا المساء عن هذه القمة الكبيرة، قمة بمعنى الكلمة الحقيقة، أجمل ما فيها طبعا والحضور الجماهيري الجميل، ملتقى جميل يفكرنا بلقاء القمة، لقاء السوبر المصري. إذا أرض الإمارات
الاماراتي ارض مصر وارض مصر ارض الامارات. اليوم اجواء جميله. بص شكل الملعب، بص شكل الملعب اللي عنده تصميم عام مستوحى من اشجار النخيل على فكره. شكل اللي حضراتكم شفتوه بره ده واخد شكل اشجار النخيل. بالنسبه للوحه الاماميه فيها حوالي 600 لوحه على شكل جذع النخيل، 600 لوحة على شكل جذع النخيل بالنسبة لأصالة عربية خليجية إماراتية. سيد يعقوب الحمادي اللي هيدير أحداث هذه المباراة لسه قادم على فكرة من اليابان، لسه كان في لقاء في اليابان، لقاء قريب وهيكون في دقيقة حداد، في دقيقة حداد طبعا، على إن شاء الله ما يكونوش يا رب ضحايا الطائرة المصرية تكون آخر الأحزان بالنسبة لجمهورية مصر العربية. حكم لقاء هو دقيقة صمت. إذن يعقوب الحمادي بداية أحداث المباراة. فريق نادي روما هياخد نص الملعب الأيمن من استاد هزاع بن زايد، ملعب ومعقل فريق نادي لعيب في هذا المساء. وفريق النادي الأهلي هيبدأ على اليسار. صافرة يعقوب الحمادي حكم اللي هيدير أحداث هذه المباراة. يعقوب الحمادي عنده ولد صغير عنده اسمه يوسف، عنده 12 سنة، ضابط البوليس والحكم اللي أدار لقاء السوبر الإماراتي الموسم الماضي، لقاء اللي كان جمع فريق النادي الأهلي أمام فريق نادي العين. تلقى على طول تاني بالنسبة لنادي روما، والكرة في الأخير إلى رمي التماس. رمي التماس النهارده إيميرسون يبدأ، واللاعب زوكانوفيتش يبدأ، مانولاس وكاستان ولوبون الحارس اللي يبدأ النهارده مع بداية المباراة. اللاعب باريديس كلاعب أرجنتيني على دائرة نص الملعب. ستروتمان وبيانيتش اثنين لعيبة طرفين في وسط الملعب، فوق اللاعب ستروتمان محمد صلاح، وفوق بيانيتش اللاعب توتي، وفي وسط الناس دي كلها لاعب جيكو ادن جيكو النجم الكبير. تمشي على طول الكره تاني لفريق نادي روما من اليسار. مباراه وديه لكن واخده شكل المباراه الرسميه الحقيقه. الحضور الجماهيري هو الشيء الجميل النهارده الحقيقه اللي طاغي على مباريات اليوم. وليد سليمان يلعب، وليد سليمان ترجع الكره تاني على طول لصالح المدافع رامي ربيعه. يلعب رامي ربيعه لحسام غالي، نجم كبير جدا من نجوم الكبار حسام غالي. تمشي على طول الكره تاني لصالح جمعه. مارتينيولي اتكلم النهارده وقال انه هيدي اكتر من فرصه لاكتر من لاعب في النادي الاهلي. تمشي على طول الكره تاني نص ملعب، طرفين الاهلي على طول يزيدوا لاعب محمد هاني. ان شاء الله يكون اضافه كبيره ومشروع كبير جدا في السنوات اللي جايه، ويكون واحد من خمس ست اسماء يشيلوا النادي الاهلي في الفتره اللي جايه ان شاء الله. محمد هاني يعني ورفاقه. تمشي على طول عن طريق جون انتوي، يا ولد لعيب. وليد سليمان يدي الكره جميله، الاوفر لا بيتعمل من لاعب صبر رحيل. مؤمن زكريا والعرضيه خطيره ممتازه، ممكن جون، الله لكن سهله. تمشي مره ثانيه على طول لصالح النادي الاهلي. الاهلي هو الاهلي، الاهلي هو الاهلي، تشوفه في الهولولولو، هو الاهلي، هو العظيم، هو الكبير. بص شوف العرضيه، بدايه جميله، الا والافتتاح يصل الاهلي، الاهلي بهدف جميل. كره ثانيه على طول المصريين كانوا مع روما مع صلاح. النهارده الكل يعشق النادي الاهلي، وفي فترات او في فتره من الفترات هنروح ونقرب من ابو الصلح. ركله ركنيه من الجبهه اليمنى للمره الثانيه. مباراة 2-1 كان النادي الاهلي فاز، كان سجل احمد بلال وسجل ابراهيم سعيد. عصر جميل واسماء جميله، وهنقول لحضراتكم على كل اللعيبه اللي لعبوا الماتش ده. كره ثانيه على طول عرضيه خطيره للاهلي ممتازه، لكن يطلع دفاع نادي روما. تمشي كره سهله لحارس المرمى لوبون.
على اساس ان الحارس تشيزني الاعاره بتاعته خلاص خلصت ويرجع، ونادي الارسنال رفض انه يجدد في 7 لعيبه من اللعيبه الكبار، منهم اللعيبه المعارين واللعيبه اللي انضموا للمنتخب الوطني الايطالي ما وصلوش مع تيم فريق نادي روما. انما روما الاهلي الفرق الكبيره دي كلها زي اليوفي وزي الريال وزي البارسا وزي الانتر وزي الميلان. فين الميلان؟ فين الميلان؟ فين الميلان بتاع نيستا؟ ميلان اللي بيحتل الترتيب السابع في الدوري، صدق او لا تصدق يا بلسكوني، بوجه القدم سحريه جميله، لكن شريف اكرامي يا ولد ممتاز ممتاز، شريف اكرامي يطلع الكرة على طول تاني الى رمي التماس مع مدرب حراس مرمى ممتاز اسمه طارق سليمان. ومصر على طول دايما غنية باسماء مدربين حراسة المرمى على مر التاريخ. شوف احمد ناجي الان مع المنتخب الوطني، وشفنا من قبل صاحب الارقام القياسية احمد سليمان مدير الفني والكابتن والمدرب العام بالنسبة لحراسة المرمى في فترة كانت جميلة مع حسن شحاتة، عندنا سعفان الصغير، عندنا اسماء واسماء الحقيقة على مستوى تدريب الحراسة بالنسبة للكرة المصرية على سبيل الذكر الاسماء ديت وليس الحصر. تمشي على طول الكرة بالنسبة لصالح نادي روما، لاعب رقم 5 كاستان يلعب مع مانولاس، مانولاس يلعب الكرة في اقصى الجبل يمنى، بعيدة الكرة طويلة لكن على محمد صلاح رمي التماس، نجم الكبير جدا محمد صلاح، واحد من اللعيبة اللي اكبر مثال ودرس بالنسبة للاعب او بالنسبة للعنصر المصري المجتهد. منين؟ من بسيون، من بخريج لروما، من بخريج لروما من الغربية. تمشي على طول الكرة تاني في اليسار، الاهلي جميل، الاهلي بعرضياته لكن يطلع على طول الدفاع، يطلع مين؟ يطلع اللاعب ايمرسون، يطلع البرازيلي ايمرسون على غرار الدير، لعيب البرازيلي الكبار ممتاز، لكن يطلع على طول شريف اكرامي، ماتش ولا في الاحلام، مباراة من البداية قوية جميلة، إثارة، متعة ندية مع بداية الماتش، الأهلي باتنين كورنر وفريق نادي روما بالباصة في العمق خطيرة، لكن شريف اكرامي يلعب بدور الليبرو ويثبت إن حراسة المرمى فيها مهارة، فيها ذكاء، فيها شريف اكرامي يا ولد، ابن وحش افريقيا جميل، ممتاز يا شريف، سلام عليك يا شريف اكرام، ممتاز شريف اكرام، ابوه كان وحش من الوحوش الكبيرة على فكرة في حراسة مرمى افريقيا، ولقب الوحش ده ما جاش من فراغ، كان هو ملك من ملوك الكبار، الاهلي مر عليه اسماء كبيرة في حراسة المرمى، منهم اكرامي، منهم شوبير، منهم المرحوم سبت البطل، اسماء واسماء، الاهلي فريق ما يعرفش يعني ايه تحديد النسل، ما يعرفش حاجة اسمها تحديد النسل في قلب الموهوبين، لا في حراسة المرمى ولا في أي مكان، انطلاقة للأهلي خطيرة، العرضية جميلة، ممتازة، لكن مرة تانية لحارس المرمى الحارس لوبون. تمشي مرة تانية عن طريق لوبون. شوف الباصة في العمق ملعوبة، مفيش أوفسايد، خلي بالك النهاردة احنا معانا 2 مساعدين سوبر. معانا 2 مساعدين إماراتيين دوليين سوبر. أحمد الشمسي اللي هيكون ماسك فراودة روما، وخميس فيروز ضابط الشرطه الاخر اللي هيكون ماسك فراوده النادي الاهلي. تمشي عن طريق جبل يسرى صلاح، صلاح انطلاقه في الامام لكن الكره سهله المره دي عن طريق حارس المرمى شريف اكرامي. يلعب اكرامي، وليد سليمان، وليد سليمان يا رب يرجع ان شاء الله فورمته المعروفه، وليد سليمان ترجع الكره تاني على طول لصالح النادي الاهلي في نص الملعب. محمد هاني مقطوعة تاني، روما بدأ يحس بالخطورة، تمريرة جميلة ممتازة ممتازة، لكن يا ولد في توقيت مثالي جميل رامي ربيعة. أدي رامي ربيعة، مكسب كبير جدا، أول ماتش كان لعبه هو وحجازي، أول مباراة لعبوها لما رجعوا النادي الأهلي لعبوا هنا السوبر وفرقوا كتير جدا في فترة من الفترات، كان الاثنين السنتر باك بتوع الأهلي عندهم مشاكل، لكن تعاقد الأهلي من وجهة نظري من أفضل التعاقدات اللي عملوها لما رجع رامي وحجازي. تمشي على طول عرضية شريف إكرامي نجم النهاردة مع بداية الست دقائق الأولى، انطلاقة، لكن ضغط الأهلي فريق الآن ضغط فريق روما. ضغط نادي روما الآن من الجبل يسرى، محمد صلاح يعمل الكرة لكن الكرة بعيدة خطيرة إيدين جيكو، لكن في الأخير الكرة إلى ركلة مرمى. في الأخير الكرة إلى ركلة مرمى، 23 سنة محمد صلاح اللي على الصورة، هيكمل 24 سنة في شهر 7 القادم، لاعب اللي لعب 41 ماتش مع نادي المقاولين، ولعب لباسل 47 مباراة، ولعب مع جوزيه مورينيو 13 ماتش سجل هدفين، و16 مباراة مع فورنتينا 6 أهداف، لاعب روما في 34 ماتش، وهو هداف روما الأول هذا الموسم، لاعب اللي كان توتي بيلعب فريق أول، وكان لسه محمد صلاح عنده من العام أو من السنوات عام واحد. تمشي على طول الكرة تاني في نص الملعب، سبحان الله أصبح صلاح الآن صديق لتوتي ومحطوط في السكور شيت بجوار توتي، وفي ماتشات كتيرة هذا الموسم سباليتي كان بدأ
صلاح ولم يبدا بتوتي. ركله مرمى على طول لوبون، حارس المرمى لوبون تمشي على طول الكره في نص الملعب عن طريق مدافعين القلب مانولاس واللاعب كاستان. شوف الدور النهارده بتاع المهاجمين بتوع النادي الاهلي، هنشوف اللاعب جون ايتوي هيتعامل مع اللقاء ازاي. نص الملعب على طول تاني ايدن جيكو يا ولد لعيب، واحد من اللعيبه اللي تالقت في الدوري الانجليزي. تمشي على طول لصلاح، صلاح تحت منه اللاعب زوكانوفيتش، زوكانوفيتش لكن الكره في الاخير الى رميه التماس. لسه الدور بتاع بيانيتش، لسه الدور بتاع صلاح وتوتي وجيكو، مجموعه اللعيبه اللي يبدا بها المباراه في هذا المساء. سباليتي ادي على طول جيكو، يلعب جيكو تمشي على طول الكره يساريه يساريه زوكانوفيتش، يرجع على طول نص ملعب فريق روما، التحضير لروما، انطلاق على طول على طول عن طريق الملك توتي توتي، اللمسه لبيانيتش، يلعب الكره ثاني باريديس اللاعب الارجنتيني اللي بيلعب على الدايره، والاثنين السنتر باك مانولاس وكاستان بيبقى اليوم دور جميل جدا، بيخلوا المدافعين يطلعوا ويزيدوا. تحرك روما جميل، فريق عظيم، الاهلي هيستفيد هيستفيد. بيانيتش يا ولد، كعب القدم زوكانوفيتش والعرضيه، لكن يطلع ثاني ممتاز رامي ربيعه، وفي الاخير رمي التماس. فريق النادي الاهلي اقل ما يقال عليه هو نادي عالمي يا جماعه، فريق عالمي، لعب مع الريال ولعب مع فريق روما، وفي السبعينات والثمانينات والستينات الانديه المصريه لعبت مع انديه عظيمه وكبيره على مستوى الفريقين الكبيرين الاهلي والزمالك. ياما نجوم كبار جدا وصلوا لام الدنيا ولعبوا مع الاهلي ولعبوا مع الزمالك، من منشن جلادباخ لحد الوصول الى روما. انطلاقه جميله، تحرك جميل، في خطا كبير في التمركز الدفاعي بعض الاوقات، لكن يعقوب الحمادي الحكم المرات يدي خطا وركله حره غير مباشره. ادي خميس فيروز اهو، خميس فيروز، شوف الباصه والاوفسايد، شوف حاله التسلل عامله ازاي يا جماعه. دي المساعدين ايه ممتازين، طاقم تحكيم النهارده على فكره عندنا كابتن عصام عبد الفتاح طبعا واحد من الاسماء الكبيره جدا اللي ليها دور في التحكيم الاماراتي مع محمد عمر وخالد الدوخي ومجموعه الحكام الاماراتيين الكبار وعلي حمد وقبليهم طبعا التميمة الجميله جدا على بوكسين. كل دي اسماء كبيره جدا ليها من الاسماء والارقام والتاريخ الكثير. يمشي على طول النادي الاهلي، الاهلي في اول دقيقتين كان افضل، روما دخل المباراه بعد حوالي دقيقتين وعمل بعض الخطوره على فريق النادي الاهلي. تمشي كره ثاني في نص ملعب نادي روما، بيانيتش ولاعب باريديس اللاعب الارجنتيني محطوطه الكره الثانيه على طول في الامام. التحول بالنسبه لنادي روما في وسط ملعب الفريق الكبير واللاعب ستروتمان اماميه للاهلي، شوف الجمهور، لكن على طول الكره الى رمي التماس، الى رمي التماس. اول لاعب عربي على فكره كان احترف في اوروبا، اول لاعب عربي احترف في اوروبا كان لاعب مصري. انطلاق على طول تاني، شوف الكره ديت في الهجمه للاهلي، ضغط النادي الاهلي، ارقام على طول تاني لكن يطلع نادي روما. نص ملعب تاني عن طريق حسام غالي الكابيتانو، اول لعيب عربي كان عربي مصري لاعب حسين حجازي، لاعب اللي كان لاعب للنادي الاهلي ولعب للزمالك ولعب للسكه الحديد 1911 مع دوليتش هاملت الفريق الانجليزي الكبير، ثم الانتقال الى نادي فولام ابو الكره المصريه ولعب للنادي الاهلي. كان لعب ماتش على فكره مع المنتخب الانجليزي ضد المنتخب الاسباني، وكان استدعاه يومها ملك اسبانيا الفونسو الثالث عشر وقال له مصر لو فيها مجموعه كبيره لعيبه زي حسين حجازي كانوا فازوا على اي منتخب في العالم. اذا قبل حوالي 105 عام كان اول لاعب عربي هو العربي المصري حسين حجازي اللي كان لعب مع الفرق الانجليزيه مع فولام ومع نادي دوليتش هاملت. إذن الأرقام تتحدث عن نفسها بالنسبة للأندية الكبيرة، والتاريخ دايما يذكر الكبير. 11 دقيقة لعب، انطلاق على توتي أمامي بالنسبة لروما، لكن في هاندبول، في هاندبول على توتي الحدوتة الكبيرة. أول مباراة كان لعبها توتي في الدوري الإيطالي كانت أمام بريشيا ويومها فريق روما فاز 1-0. توتي كان سجل أول هدف في الدوري الإيطالي في 4 سبتمبر 94، السنة اللي كان فيها محمد صلاح لسه في أول حركاته وأول لمساته أمام فوجيا 1-1 في نفس الشهر اللي قبل عيد ميلاده بثلاث أيام، كان سجل هدفه رقم 100 في مرمى نادي الإنتر عام 2004. هدف رقم 100 كان في الإنتر خطير الأهلي، لكن يرد على طول تاني الدفاع الإيطالي، يرد على طول تاني الدفاع الإيطالي. تمشي كرة في الجبهة اليمنى اللي محطوط النهاردة فيها اللاعب إيميرسون كمدافع أيمن، فوق منه بيانيتش وفوق منه اللاعب توتي، وعلى الناحية اليمنى فيها زوكانوفيتش وستروتمان واللاعب محمد صلاح.
في نص الملعب في باريديس ومانولاس وكاستان وجيكو، لعيبه اللي بتلعب في عمق فريق نادي روما في هذا المساء. تروح الكره ثاني عن طريق جون انتوي، يلعب جون انتوي، ترجع الكره لحساب، ملعوبه الكره ثاني على طول الى ربيعه، محمد هاني ربيعه، يلعب الكره لصالح النادي الاهلي ثاني محمد نجيب، تمشي نجيب، نص ملعب النادي الاهلي احمد فتحي. حنشوف الاداء الهجومي بالنسبه للتحولات الهجوميه للفريق الاهلاوي، يعقوب الحمادي وفي خطا وركله حره مباشره. اللقاء الثاني للاهلي يديره بعد لقاء الامارات، تقابل امام فريق الامارات الاماراتي، ادار له ايضا يعقوب الحمادي، ما جالوش فرصه يدير على فكره الانديه المصريه غير النادي الاهلي. تمشي على طول الكره ثاني في نص ملعب خطيره جدا، الاهلي ممتاز، هدف اول الله، هوبا جون انتوي العظيم، جون انتوي جول للنادي الاهلي، كمان تعظيم اهلي في مرمى روما، رجع الشريط، رجع الذكريات، تحفه تحفه تحفه، جون انتوي انتوي انتوي، 24 25 الف اهلاوي، عظمه ما بعد العظمه، واضح الاسرار، وجون انتوي ملعب ده وش خير على هذا اللاعب، كان يومها الكابتن زيزو هو اداله الثقه بالنفس جميله. الاهلي يسجل اول اهدافه في مباراته العالميه، في مباراته التاريخيه، عدم احترام بالنسبه للضغط الاهلاوي، استخلاص جميل، شوف الجماعيه وشوف الروح الجميله وشوف جون انتوي يا ولد على يمين الحارس لوبون، خطا كبير في الدفاع بدون فاول، ممتاز يعقوب الحمادي، وهدف روعه روعه روعه. الاهلي هو الاهلي، كم انت كبير وعظيم يا اهلي. شوف الكره على يمين حارس المرمى لوبون، تعلن عن اول لون احمر والرقصه الشهيره المعروفه المعتاده، خلي بالك الرقصه دي هتجيب اعلانات، الرقصه دي هتجيب اعلانات. وادي المدرب مارتينيول اللي بدا يفتح حساب مفتوح مع جمهور النادي الاهلي، خلي بالك قلب الاهلاويه مش اي حد يخشه، قلب النادي الاهلي مش اي حد يخشه، لازم يكون عندك ابتسامه ويكون عندك حاجات واشياء كثيره جدا. اذا الاهلي يتقدم على روما في اول اهداف المباراه، الاهلي يتقدم على روما في اول اهداف المباراه. بالنسبه للابتسامه كان شكسبير قال لك، شكسبير كان قال لك افضل حاجه تشق طريقك بابتسامتك احسن ما تشقها بسيفك، شق طريقك بالابتسامة أحسن ما تشق بالسيف، هكذا تحدث شكسبير. النادي الأهلي الآن يتحدث لغة الأهداف في مرمى الذئاب، في مرمى الذئاب فريق نادي روما. أول أهداف اللقاء عن طريق جون أنتوي بعد ربع الساعة من الآن، الأهداف دي كلها تاريخية، خلي بالك يعني كابتن أحمد شوبير ممكن يستضيف جون أنتوي بعد 13 14 سنة تاني، زي ما صادف نجوم كبار جدا أحمد بلال وعمارة كأحد النجوم الكبار اللي ابتدوا قميص الأهلي في لقاء 2-1، في لقاء الكوبري بتاع جوارديولا، اللقاء الشهير بالنسبة لحسام غالي. يمشي على طول الكرة تاني على فريق روما، مانولاس أمامية على طول الكرة ملعوبة، جيكو خطير يا ولد، ضرب الأوفسايد، ضرب الأوفسايد، إكرام يا ولد جيكو، ممتازة، أوه الدفاع الأهلي بيتضرب، دفاع الأهلي بيتضرب يا جدعان، شوف الكرة وشوف المهارة، شوف ضرب الدفاع بالنسبة لجيكو، المساعد ما رفعش، خميس فيروز ما رفعش الراية، وجيكو وشريف إكرامي قفل عليه كويس، على طول الكرة الحمد لله، الحمد لله على يمين شريف إكرامي، وتمشي الكرة حظه برضه كويس لأن ما خبطتش فيه، خلي بالك ادي ايدن جيكو، لما غريب الاهلي بيتضرب بشكل كبير جدا، وخطوره روما على الاهلي كلها انفراد، ايدن جيكو يطلع على طول تاني دفاع، خطيره ممتازه، اوه لكن ركله مرمى، ركله مرمى لصالح النادي الاهلي. ادي محمد صلاح، ادي محمد صلاح، شوف الكره العرضيه ملعوبه، وادي اللاعب محمد صلاح، ضغط واصرار كبير جدا، محمد صلاح لعب 11 مباراه دوليه، وادي العاشق بالنسبة لنادي روما. روما على فكرة عندها قاعدة جماهيرية كويسة في دولة الإمارات، وعندها مجموعة ممتازة بتعشق هذا النادي، نادي كبير ونادي عريق برغم البطولات الدوري القليلة، ثلاث ألقاب، سباليتي يبقى قيمة كبيرة ويبقى واحد من المطورين بالنسبة لنادي اسمه نادي روما. على فكرة سباليتي واحد من المدربين اللي طوروا نادي روما بعد جارسيا بشكل هجومي كبير جدا. ركلة حرة مباشرة على طول حسام غالي، شوف كان سنه صغير، اللعيب الوحيد اللي موجود من التشكيله اللي لعبت لقاء 2-1، تشكيله اللي لعبت لقاء 70,000 متفرج في ملعب القاهره الشهير. ترجع الكره على طول تاني بالنسبه لصالح دفاع النادي الاهلي تاني من جديد، تحول الهجومي والاداء الهجومي، ولا زالت الامور لحد الان مفتوحه على كل الاحتمالات، لا زالت الامور الان مفتوحه على كل الاحتمالات. تمشي على طول الكره التاني، محاولة على طول تاني في وسط الملعب، كرات الأمامية،
انطلاقة على طول تاني من جديد. يا سلام على الأهلي، بينما في الأخير الكرة إلى لم يتمس. موضوع كبير النادي الأهلي، وخلي بالك ذكرياته مع المباريات الأوروبية الجميلة والمباريات الممتعة الجميلة الحقيقة في أجواء جميلة جدا. دايما الأهلي له قيمة وله تواجد بشكل كبير، لعبته لعيبة بطولات. تمشي على طول الكرة تاني، محمد صلاح محطوطة الكرة تاني، ده خطير بيانيتش، ده خطير خطير بيانيتش. صلاح محاولة تصويبه، لكن شيل فكرة. مفيش النهارده بلديات، مفيش النهارده بلديات. الاحتراف هو الاحتراف، والولد ده زي ما قلت لحضراتكم محمد صلاح نموذج للشاب المصري، لا يأس ولا استسلام. شوف الإصرار الكبير جدا، نادي المولين، ثم بعد ذلك بازل، ثم بعد ذلك نادي تشيلسي فريق عريق، ثم الوصول لنادي روما، والسنة دي الموضوع مختلف طبعا شكلا ومضمونا. الحقيقة هو والنني اثنين شبان مصريين نموذج كبير وكبير جدا. انطلاقة على طول طويلة أمامية من الجبل اليسرى، محمد صلاح أسرع 10 لعيبة في العالم. محمد صلاح ترجع الكرة الثانية على طول لتوتي، الجبل اليمنى بالنسبة لصالح الفريق فريق روما الكبير، بينما على طول رامي ربيعة عامل ماتش كويس. رامي تمشي على طول الكرة الثانية في اليسار، التحديد لروما، الهاتو خد السريعة، بص بيقابلوا بعض ازاي، مجموعة ممتازة. هوب يلعب صلاح والباصة، لكن مقطوعة الكرة من الجيكو، تمشي على طول الكرة الثانية، أدي الجيكو يلعب ويرجع الكرة في الخلف عن طريق زوكانوفيتش، يلعب زوكانوفيتش، يمشي كرة على طول تاني الفريق العاصمة الإيطالية روما. روما كانت العاصمة أو العاصمة الإيطالية قبل الحرب العالمية الثانية كانت تورينو، اللي فيها فريق نادي اليوفي العريق والكبير في ملعبه الجميل، ملعب اليوفي ستاديوم. تمشي على طول الكرة لمحمد صلاح، تبادل المراكز تبادل الأدوار، بينما ترجع الكرة الثانية على طول عن طريق باريديس لاعب الأرجنتيني اللي يبدأ المباراة. تمشي عن طريق زوكانوفيتش، يلعب زوكانوفيتش لبيانيتش، بيانيتش يلف على وسطه ويلف على كورته. بص الدور اللي عمله زوكانوفيتش، عمل تحول في اليسار جميل. تمشي عن طريق توتي، توتي تحول لتوتي، انطلاقة تاني وهدف تعادل. جيكو خطير، هدف تعادل لروما، جول لروما، الهدف التعادل لروما. خطير ايدين جيكو، خطير ايدين جيكو، يتعادل الفريق الايطالي. اذا روما يتعادل بهدف جميل. بص شوف الاستلام مع مهارة مع تسديد جميلة، جول جول عظيم عظيم. الباصة من الامبراطور من توتي، شوف الاستلام عامل ازاي، واستلم وسط اثنين مدافعين فروق وامكانيات وقدرات عالية جدا لايدين جيكو، يتعادل لصالح نادي روما. اذا روما الان يتعادل 1-1 امام النادي الاهلي. ايدين جيكو واضح فروق شخصية، شوف هم بيروحوا هجمات على نار هادية، انما بيعرفوا يصلوا وبيصلوا من طرق قصيرة جدا على مرمى الاهلي. تمشي على طول الكرة تاني في اليسار، مفيش مشكلة يا شباب، يلا ممكن الاهلي يروح للتاني، ممكن يمشي للتاني. العرضية خطيرة، لكن يطلع مرة تانية الدفاع الى وليد سليمان. وليد سليمان يلعب، وليد سليمان صراع كبير جدا مع زوكانوفيتش، يمشي على طول الكرة في نص الملعب تاني لستروتمان، نجم كبير جدا مع الفريق الايطالي، يحاول يعدي، يحاول ينطلق، لكن في الاخير يدي حكم اللقاء على طول هنا يعقوب الحماد. لاعب بيانيتش كان عمل السنة دي 80 فرصة على فكرة، بيانيتش عمل 80 فرصة، محمد صلاح عمل 68 فرصة، عمل 68 فرصة. الاهلي كان قبل 14 سنة فريق كبير جدا امام روما، النهاردة كذلك. تمشي على طول الكرة تاني لصالح الفريق الاهلاوي، كرة ملعوبة، لكن يطلع تاني على طول نادي روما. فريق الاهلي في لقاء 2-1 الحضري وشادي ووائل جمعة واحمد بلال، كان حسام غالي موجود، خالد بيبو وايفيلينو ياسر رضوان. شوف الكرة الأخيرة هنا على طول ملعوبة تاني، لكن يقطع دفاع النادي الأهلي، يقطع دفاع النادي الأهلي مرة أخرى تاني على طول. المفروض يكون دور أكتر لأحمد فتحي ولحسام غالي في مساعدة رامي ربيعة ومساعدة أيضا اللاعب محمد نجيب. عملية المراقبة اللي بتتم للاعب ايدين جيكو فيها بعض المشاكل، كان في احمد بلال وحسام غالي وخالد بيبو وايفيلينو وياسر رضوان وعماره، هادي خشب وابراهيم سعيد ورضا شحاته، وكان يومها مدير الكوره مين ربنا يشفيه، كان مدير الكوره يومها طارق سليم، واحد من حبات الكريز الاهلاويه الجميله اللي النادي الاهلي له دور كبير جدا هو وشقيقه صالح سليم، اللي جه فترتين في رئاسه النادي الاهلي، فترتين في رئاسه النادي الاهلي صالح سليم، بعد كده حسن حمدي والخطيب الاسماء العظيمه، ثم الان يكمل المسيره يعني السيد محمود طاهر. تمشي على طول الكرة تاني بالنسبة لصالح حسام غالي،
حسام غالي عرضية عكسية جميلة، كنترول موجود على طول في اليسار بالنسبة للاعب صالح جمعة. صالح جمعة يلا صالح، صالح جمعة موجود مع اللاعب إيميرسون البرازيلي، البرازيلي إيميرسون. صالح جمعة مهارة خطيرة، اوه شوف عدى ازاي صالح جمعة، ولد مكسب كبير يا جماعة. مفروض المدرب مارتن يوني يدي صالح جمعة واحمد الشيخ، اثنين لعيبة ممتازين ممتازين مع النادي الاهلي. صالح جمعة واحمد الشيخ اثنين لعيبة من اللعيبة الكبار اللي موجودين مع قلعة حمراء اسمها النادي الاهلي. على طول الكرة تاني في نص الملعب، تحول الهجومي بالنسبة لصالح فريق نادي روما، بيهاجموا مرة من اليمين ومرة من الشمال. الدور الجديد بتاع إيميرسون في الجبهة اليمنى، بعض الأوقات بيلعب في الناحية اليمنى، لأن النهاردة بيلعب في أو بعض الأوقات بيلعب في الجبهة اليسرى، لأن لعيب أشول كويس قوي على فكرة إيميرسون. في مجموعة من لعيبة البرازيل لعبوا روما هنقول لحضراتكم عليها. صالح جمعة جون أنطوي يلعب الكرة جميلة جدا، لكن في الأخير في أوف سايد، زعلان من قرار المساعد ادي مؤمن زكريا، زعلان من قرار المساعد الاول احمد الشمس. شوف هنا اوف سايد فعلا، تسلل على اللاعب مؤمن زكريا، يمكن زعلان يمكن من باصه اتاخرت شويه او من قرار المساعد، ملهاش حل تاني ملهاش حل تاني. على طول الكره تاني، دجب الكبير جدا مارادونا مدرب نادي الوصل السابق، واللي دايما على فكره بيحضر كل المباريات الكبيره هنا، كل المباريات الكبيره بيحضرها مارادونا. عاشق على فكره لحاجه اسمها دوله الامارات العربيه المتحده، عاشق لدوله الامارات العربيه المتحده، دايما موجود الحقيقه، وسفير دوله الامارات على فكره في الرياضه، النجم الكبير جدا دييغو ارماندو مارادونا، درب نادي الوصل، نادي اللي كان في المسمى القديم نادي الزمالك طبعا في بداياته نادي الوصل. تمشي كره ثانيه على طول بالنسبه لحسام غالي، محمد هاني مدافع الايمن، محمد هاني لكن رمي التماس ايدن جيكو، طول وقامة عملاق من العمالقة الكبار على فكرة ايدن جيكو. تمشي كرة تاني على طول في نص ملعب نادي روما، تحول الان ثلاث اربع لعيبة الاهلي، ضغطه غريبة جدا غريبة جدا غريبة. اسطر هوبا شريف اكرام يا ولد، سلام عليك يا شريف اكرام، شال اكتر من هدف على مرمى الاهلي شريف اكرام، ممتاز شريف اكرام. انما الغريب ازاي بيعدوا كده، ازاي بيعدوا كده رامي ونجيب ومحمد هاني وصبري رحيل، والراجل الطلياني فرحان ومبسوط وهيتنطط وعاوز جول تاني. ايه ده ايه ده ايه ده راجل ايه ده راجل ايه ده راجل 24 25 دي لعب. الاهلي يهمه جدا يكون دايما متقدم. فريق روما دخل المباراه وسجل التعادل، كره تانيه على طول عرضيه خطيره اوب التاني يا سطار إيميرسون خطيره. ده مين ده؟ مش إيميرسون ده كاستان، ده كاستان مدافع القلب. كره على طول تاني طويله من وليد سليمان، حارس المرمى ممتاز يروح وليد خد في ظهرك، وليد سليمان على طريق صلاح، وليد سليمان سليمان يا سليمان يا ولد يا وليد، خطيره خطيره غريبه غريبه، جماهير هتتجنن. وليد سليمان انفراد، شوف النادي الاهلي على طول العرضيه موجوده لكن يطلع الدفاع، يطلع الدفاع خطيره خطيره. خش لجوه شويه شمال يا راجل، لو دخل جوه شويه شمال المدافع اللي وراه منه ده خلاص هيبقى اوت اوف اوردر او هيبقى خارج البوزيشن تماما. كلام حلو في غرف المعلقين لكن في استاد هزاع الموضوع مختلف، وخصوصا بتلعب امام نادي روما، فريق اللي عامل ارقام قياسيه السنه دي وعامل ترتيب عظيم خلف فريق نادي نابولي وعامل تطور كبير. الاهلي انت لا قديم مش اوف سايد، اوعى ترفع الرايه يا شمس، ما ينفعش الرايه احمد الشمس. تمشي كره في اليسار عن طريق مؤمن زكريا او المره دي الصبر رحيل، يرجع للكابتن حسام غالي، واحد من حبات الكريز بالنسبه للنادي الاهلي، لو اخترت 100 لعيب في تاريخ الاهلي لازم حسام منهم. انطلاقه للاهلي جميله، هاني واحد منهم، خطيره ممتازه لكن يقطع الدفاع، يقطع الدفاع الايطالي. ماتش ولا في الاحلام، مباراه بعد 26 دقيقه، مباراه كره قدم جميله، اول الدوري المصري مع ثالث السيريا مع ثالث الدوري الايطالي، مع الفريق اللي عمل ازعاج كبير بالنسبه لليوفي وعمل ازعاج كبير بالنسبه للانتر وبالنسبه للميلان. ادي احمد فتحي، شوف الاهلي هنا في مساحات خلف المدافعين، الاهلي دايما ياخد كل المباريات بقيمه كبيره، جينات اللعيبه الاهلاويه عامله زي جينات المصريين بشكل عام، جينات اللاعب الاهلاوي يحب دايما الفوز، المركز الثاني بالنسبه لي فشل، وجينات المصريين هي حب وعشق بالنسبه للارض والرمل، حب
الأبدي مدى التاريخ، مدى التاريخ. نفس جينات اللاعب الأهلي هي جينات الشخصية المصرية في أي مكان، في أي كارير، في أي دولة، في أي حتة في العالم. حب وعشق بالنسبة للبلد وبالنسبة للوطن. عشان كده الأمور ما فيهاش مشاكل، إن شاء الله ما فيهاش مشاكل. تمشي على طول الكرة تاني. 27-28 دقيقة، 17 دقيقة أخيرة متبقية على نهاية الشوط الأول من هذا اللقاء. نادي روما دخل المباراة، عمل إزعاج للأهلي، والنادي الأهلي والآخر ند بند أمام فريق كبير اسمه نادي روما. تمشي على طريق محمد صلاح، نموذج أبو صلاح، العرضية خطيرة، لكن يطلع تاني على طول دفاع النادي الأهلي. دفاع الأهلي ثقة بالنفس، في لسه عماد متعب، في مجموعة من اللعيبة على مقاعد بدلاء، حجازي مش موجود، حسام عاشور مش موجود. تمشي على طول الكرة تاني، مؤمن زكريا، الأهلي الجود بالموجود. يا سلام على الباص، الله، تمريرة جميلة، انطلاقة لصالح النادي الأهلي. محاولة تاني في العمق، جميلة لتحت لتحت، اوعى تلعب مستريح يا راك، لكن في الأخير الكرة إلى ركلة ركنية. بص شوف الأهلي، الأهلي كبير، بص شوف الأهلي، الأهلي كبير. جماهير الأهلي عاملة للأهلي أغنية ودايما تغني للأهلي، وجماهير روما هي كمان عاملة لروما أغنية. مغني الشهير أنتونيلو فيانتي من 33 سنة كان عمل أغنية جميلة بالنسبة لنادي روما، أول كلماتها روما 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 ثلاث مرات. النهاردة الأهلي، الأهلي مليار المرات. الركلة ركنية بالنسبة لصالح جمعة، صالح جمعة واحد من حبات الكنيز الجميلة. صالح جمعة يطلع على طول تاني الدفاع، انطلاقة بالنسبة لصالح توتي النجم الكبير، انطلاقة بالنسبة لصالح توتي النجم الكبير. كرة على طول تاني في الأمام، لكن رمي التماس. على فكرة توتي متزوج من لارا بلاسي، واحدة من عارضات الأزياء الشهيرات على مستوى العالم، لكن بعد ما تزوجوا على فكرة وخلف كريستيان أول ولد عام 2005، توتي قال لها خلاص بقى لازم تخشي المجال الإعلامي، واشتغلت هي مقدمة برامج، وفي أوقات كتيرة على فكرة بتشتغل معلقة رياضية. زوجة الملك روما وقيصر روما توتي، لارا بلاسي مقدمة مشهورة جدا ومذيعة مشهورة، وسطها من هنا لحد الهلولولو. ترجع الكرة تاني على طول بالنسبة لصالح فريق نادي روما. يمشي كرة تانية سريعة لكن بعيدة خالص عن اللاعب زوكانوفيتش، ورمي التماس لصالح النادي الأهلي. رمي التماس لصالح النادي الأهلي. آخر زيارة لحكم اللقاء السيد يعقوب الحمادي كانت في لقاء نادي العين أمام بنياس المدرب مارتليون. بدأ ياخد حوالي 50% أو 60% من حب المصريين. أدي موجود أسامة عرابي، مجموعة ممتازة من النادي الأهلي. كابتن عبد العزيز عبد الشافي طبعا هو مدير قطاع الكورة، بعد نص ساعة في راحة طبعا عشان بعض الحرارة في الجو شوية بالنسبة للاعبين. شوف هنا الأهداف الجميلة، ده هدف النادي الأهلي الجميل التاريخي لجون أنطوي، يسجل هدف جميل. والله لعبت معاه يا راجل، لعبت معاه في استاد هزاع. خلي بالك جون أنطوي لو سألته تحب تلعب فين على طول يقول لك ألعب هنا، ألعب في دولة الإمارات. وبص الراجل الأهلاوي المصري ده عاشق، عاشق بالنسبة لحاجة اسمها القلعة الحمراء، وده بعد 20 سنة المشجع ده هو كمان هيكون مشجع تاريخي يا توتي. بص الكرة العرضية استلم ازاي إيدن جيكو، خطأ كبير في التمركز الدفاعي لدفاع النادي الأهلي. النهارده بيغيب حجازي اللي عنده علاقة جميلة وهارموني، وبيغيب أيضا سعد سمير مع بداية التشكيلة مع أعظم نادي في الكون إنه النادي الأهلي الجميل. شوف التقاليع الجميلة، شوف المصريين، الملعب حياكل منهم حتة، الملعب حياكل من المصريين حتة، وحياكل من جمهور النادي الأهلي حتة، والملعب لايق عليهم وهم لايقين على الملعب، يعني هم مخليين شكل الملعب كمان جميل الحقيقة، والكل مكمل بعضه، الكل مكمل بعض. الحدوتة من الأول حلوة، الاستقبال كان على أعلى مستوى، والحضور الجماهيري الكبير، ونجوم كبار جدا زي توتي وزي بيانيتش وزي حسام غالي وزي النهاردة طبعا النجم الكبير جون أنطوي. لحد الآن شريف إكرامي عامل ماتش عظيم وماتش جميل وجميل جدا. نادي الأهلي معاه في البعثة عبد العزيز عبد الشافي، رجل من العباقرة الكبار في كرة القدم المصرية، سيد عبد الحفيظ النجم بتاع الأهلي السابق مارتينيول، أسامة عرابي واحد من الأسماء الكبيرة، محمد عبد العظيم عظيمة. خلي بالك عظيمة ده أعتقد يمكن هو العربي الوحيد مع هاني رمزي اللي عندهم لايسنس إن هم يدربوا في أوروبا.
عنده لايسنس وعنده مستوى تدريبي وعلامه في كره القدم على فكره على المستوى الاكاديمي. محمد عبد العظيم عظيمه مع طبعا الكابتن طارق سليمان مدرب الحراس ومعاه مايكل ليندمان ده واحد من من الجنود المجهوله مع فريق النادي الاهلي في عمليه التحضير بالنسبه للعيبه على مستوى العضلات والنواحي البدنيه. ليندمان واحد من ابرز 10 اسماء على مستوى العالم جابه المدرب مارتينيول. ترجع الكرة تاني على طول، دايما مدربين عالميين مع الاهلي على مر تاريخه، المدرب الاجنبي عنده ارقام كبيرة ويبقى مانويل جوزيه واحد منهم طبعا بلا شك. على طول تاني توتي تحرك بدون كرة جميل، نموذج النهارده شوف لا تخد السريع التحرك عامل ازاي، ادينجيكو شغال على الاهلي تمام، لكن على طول حكم اللقاء وفاول خطير جدا. يا ستار استر. فريق نادي روما ربع اهدافه هذا الموسم من كرات ثابته، 22 هدف من معدل اهداف نادي روما من كرات ثابته، معدل خطير مرعب بالنسبه للكره الاخيره على فريق النادي الاهلي، معدل خطير 22 هدف من معدل اهداف فريق روما ربع اهدافه هذا الموسم من كرات ثابته. والحاجات دي على فكره توتي ما يتوصاش فيها. ركلة حرة مباشرة خطيرة على الله يا شريف يا إكرامي، يعني ليك مني هدية يا حبيبي لو شلت دي. كرة صعبة 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 لأن روما فرقة كلها مميزة في هذا الكلام. كرة خطيرة محمد صلاح وتوتي، صلاح روما وتوتي روما وبيانيتش الخطير، ركلة حرة خطيرة بيانيتش وتوتي ويعقوب الحماد. شوف كم جنسية قلناها، إماراتي إيطالي صربي مصري واللي بيطلع من الحيطة كمان مصري. خطيرة صلاح تصويبة لكن يطلع الدفاع، عنده علاقة جميلة مع كل لعيبة محمد صلاح، تمشي على طول الكرة تاني. القصد هنا اللعيبة المصريين واللعيبة الإيطاليين وثقافة محمد صلاح إن شاء الله وأخلاقياته وأدبياته والنشأة بتاعته والجينات بتاعته، عندنا أمل كبير إن شاء الله يكون مع الليفل 1 أو مع الكلاس A في الأندية الأوروبية. المقصد هنا على اليوفي والمقصد هنا على الإنتر والميلان والمقصد أيضا دايما على فريق الريال والبارسا ولما لا مانشستر يونايتد والمان سيتي. تمشي على طول الكرة الثانية في الجبل يسرى، يضغط مرة أخرى الثانية إيمرسون. كان في نجم كبير جدا برازيلي اسمه ألدير، لعب في سنة 2003 مع فريق روما، واحد من العظماء البرازيليين اللي لعبوا لفريق روما. كرة طويلة أمامية واحد ضد واحد، مؤمن زكريا الأهلي هو الأهلي، واحد ضد واحد ممكن لدخل ال 18 خطيرة ممتازة. لكن ركلة ركنية 35 دقيقة، ما تحسش إن النادي الأهلي أقل من روما، ما تحسش ان فريق الاهلي اقل من روما، بل بيروح وبيصل وبيهدد مرمى الفريق الايطالي الكبير. ركله حره او ركله ركنيه لصالح النادي الاهلي في 3 في 18. محاوله ثانيه على طول وليد سليمان، اظبط واحده يا ولد، العرضيه يطلع الدفاع الايطالي، يمشي خطيره بقى بينقل الكره بسرعه تروح لل بص صلاح خطير، اوعى اوعى اديله مساحه، خايفين منه طبعا قلقانين منه وعاملين حسابه محمد صلاح. اي حد في الدنيا تحس انه فراري جنب عربيه حنطور. شفنا الكلام ده لصلاح مع اللعيبه الاوروبيين، انطلاق على طول تاني اماميه، ولد ما شاء الله فراري محمد صلاح، فراري واي حد جنب منه عربيه حنطور. تمشي على طول الكره التانيه في اليسار، انطلاقه للقلعه الحمراء، انطلق عدي روح زيد، متاخر شويه محمد هاني، كان مخطوف في اول خمس دقايق يمكن محمد هاني شويه. كرة على طول تاني صالح النادي الاهلي، لعب مؤمن زكريا عمل سويتش وجه في الناحيه اليمنى، وبالتالي وليد سليمان هيبقى هناك انسايد ليفت، وادي المساعد احمد الشمسي. الامارات على فكره عندها 7 حكام دوليين، ادي الكره وادي الشمسي، والاوفسايد فعلا واضح على النادي الاهلي. ركله حره مباشره او غير مباشره عفوا، تسلل على النادي الاهلي. الامارات عندها 9 حكام مساعدين دوليين وعندها 7 حكام ساحه. خطير جدا صلاح، لكن الكره الثانيه على طول الى ركله ركنيه، على طول الى ركله ركنيه. مذيع الايطالي والمعلق الايطالي الشهير بيستمتع لما يقول صلاح. النهارده صلاح لعيبه الاهلي، اي لعيب في الاهلي قابل صلاح دايما يتاخر 3 4 متر عشان عارف سرعاته، واحد جنب منه صلاح هيعدي
هيعدي هيعدي، لو غفلته عنه دقيقة تلاقيه راح دبي. تمشي الكرة الثانية على طول خطيرة، انطلاقة بالنسبة لصالح فريق النادي الأهلي. الهجمات المرتدة اللي بيشتغل عليها الأهلي في الكاونتر أتاك أو السبيد أتاك، خطيرة العرضية، أسطن من الجيكو، أسطن من الجيكو، أوه شغال على الأهلي النهاردة، الله ينور إيدين جيكو. مكسب كبير جدا يا جماعه، شوف الاسترايكر ولا بلاش، شوف المهاجم ولا بلاش، شوف التيك اوف بتاعه، ثلاث سبعات برازيليه، ثلاث سبعات برازيليه يا ولد عليك يا جيكو. حظك يا شريف اكرم، حظك يا شريف اكرم. لو جيت اتكلمت على ابوه تتكلم عليه على فكره للصبح لحد بعد بكره الثلاث، يعني زي ما بيقولوا عملاق من عمالقة حراسه المرمى. وجينات اكرامي جت للحم للاعب شريف اكرامي، تلقى على طول اماميه، راسيه مره اخرى تاني على طول، جون انطو، يلا يا جون، يلا يا جون، يلا يا جون، هات جون، يلا يا جون، هات جون يا راجل. لكن الكره على طول ركله مرمى، ركله مرمى. 8 دقائق اخيره، وليد سليمان واحد من اللعيبه اللي على فكره عندها علاقه جميله ايضا في دوله الامارات العربيه المتحده، دايما بيحب يحضر لهنا كحاله كل المصريين، كحاله كل المصريين. ترجع الكره تاني على طول بالنسبه للصالح، الروما من الجبل يسرى، روما ورمي التماس على طول تروح لوليد سليمان اللي هيلعب اخر 7-8 دقائق هنا في الانسايد رايت، بديل لمؤمن زكريا، او مؤمن زكريا هيكون بديل ليه لان وليد سليمان هيبتدي يروح لليسار. رجع تاني مؤمن مكانه، تمشي عن طريق بيانيتش، اللمسه، روما ينقل الوان تاتش الجميل من 3-4 لمسات، معاهم مدرب عبقري اسمه سباليتي. سباليتي لو جيت اخترت احسن 10 مدربين يطوروا فريق الكوره خصوصا لعيبه نص الملعب واللعيبه اللي بتروح بشكل مهاجم وهمي، لازم تختار منهم سباليتي، لازم تختار منهم سباليتي. نفسي والله يتولى تدريب نادي روما او نادي ميلان، عفوا، نفسي يتولى تدريب نادي الميلان، ميلان بتاع نيستا، نيستا نجم الكبير جدا العملاق واحد العباقره الكبار جدا. نادي الميلان اللي اصبح شبح الميلان الان، يعني حالته لا تسر عدوى لحبيب نادي الميلان. نيستا على فكره كان تعرض ل 13 اصابه جراحيه او 13 عمليه جراحيه، تخيلوا حضراتكم لعيب عمل 13 عمليه جراحيه، بس بعد ما عمل كل العمليات دي قال لك احسن حاجه في كل التعب والمرض والاصابات دي ان انا عرفت فيها شريكه حياتي، عرف فيها زوجته، عرف فيها زوجته في الاصابه. انطلاقه خطيره الاهلي تاني، لكن في فاول دنجراس بليك، في فاول دنجراس بليك. شوف نيستا بيتكلم على زوجته ازاي بشكل جميل وحضاري جميل جدا، قال لك افضل حاجه في ال 13 عمليه ان انا عرفت فيها شريكه الحياه. عندنا احنا في الوطن العربي بعد 3-4 سنين تقول له ازاي الارتباط حصل، يقول لك يا راجل بقى يا راجل، فكرنا فكرنا بالايام الجميله، وهي فعلا ايام جميله، كل واحد يفتح لنفسه طريقه. يرجع الكره تاني على طول بالنسبه لروما، 39 دقيقه لعب، هي اوروبا كلها كده على فكره. راجل تلاقيه عنده 72 سنة وراجع البيت وجايب لزوجته وردة بعد 45 سنة حياة جميلة. ترجع الكرة تاني على طول بالنسبة للصالح، اللاعب لوبون حارس المرمى، لوبون، لوبون يلعب على طول الكرة تاني مع الاثنين سنتر باك، مانولاس مرة وكاستان مرة، يفتح الملعب، وباراديس ليه دور كبير جدا انه بيدي مساحة للاعب زوكانوفيتش وايمرسون يروحوا دايما لفوق مش اقل من 10-15 متر، ولما بيروحوا هم ورا نص الملعب بتلاقي نادي روما عنده طرفين دايما ثابتين يمينا ويسارا. اذا 40 دقيقة لعب، المباراة التاريخية، المباراة الجميلة هنا في استاد هزاع بن زايد، الملعب الرئيسي بالنسبة لأعرق الأندية الآسيوية نادي العين. تمشي على طول الكرة الثانية، تخطيط التصويب خطيرة، صلاح، يا صلاح يا صلاح يسجل، لكن لا يحتفل صلاح، صلاح يسجل في النادي الأهلي الهدف الثاني لروما، محمد صلاح، محمد صلاح، ممتاز ممتاز ممتاز، أول أهداف صلاح. وادي سباليتي بيحبه جدا، بيحب محمد صلاح جدا، ومين ما يحب الصلاح؟ انتظام والتزام، هو ده النموذج يا جماعه، شباب المصري ياخد محمد صلاح ده نموذج، من باسيون لروما، من نجريج لروما، من روما للامارات، من الامارات في ملعب استاد هزاع، وهدف جميل لمحمد صلاح عكس تحرك شريف اكرامي. هل يسال عنها؟ هل الكره صعبه؟ هل لفه الوسط والدوران بتاعت صلاح صعبت الماموريه؟ اجمل ما في صلاح الرياكشن، رده الفعل، سرعه التوافق العضلي العصبي اللي موجود عند محمد صلاح، اللي موجود عند محمد صلاح، كله بيعمل اي لاف يو لمحمد صلاح، لانه نموذج ممتاز هو والنني،
نموذج ممتاز جدا للنني. ودايما مصر على فكره ولاده، مصر ما تعرفش تحديد النسل في العباقره، في المحبين، في العاشقين، في الاداريين، في القياديين، في الاهلاويين، في البساط. البساطه البساطه اهلاويه، البساطه اهلاويه، اهلاويه. جول مؤمن زكريا، عبقري الاهلاويه يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. اهلي 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 للصبح. الله على عظمه النادي الاهلي، على روعه الاهلي. الثاني في روما، الثاني في روما عن طريق مؤمن زكريا، واحد من المؤمنين بامكانيات الاهلي، واحد من الاسماء الكبيره. والملعب ده برضه وش السعد على مؤمن زكريا في لقاء السوبر مع شقيق الزمالك. يسجل جميل الاهلي. بص شوف الاهلي، بص شوف السيمفونيه، السيمفونيه السيمفونيه. يا حبيبي عليك يا ولد، يا حبيبي عليك يا مؤمن يا زكريا، يا روعه روعه. لما بص الباصه من مين؟ من صالح جمعه. خد في المرمى، خد يا لبون، خد في المرمى، خد يا لبون. هات لي الاهلاوي بنضاره، هات لي الاهلاوي الصغير، هات لي الاهلاوي الكبير، هات لي الاهلاوي المسن، هات لي الاهلاوي اللي لسه في المراحل الاولى، هات لي الاهلاوي اللي عنده جينات حب هذا النادي، هات لي الاهلاوي اللي جه من اقصى اوروبا، هات لي الاهلاوي اللي جه من جمهوريه مصر العربيه من ام الدنيا، وهات لي الاهلاوي اللي تحمل كثير من المتاعب للوصول الى هذا الملعب. 25,000 مناصر، معظمهم طبعا ان لم يكن النسبه الكبيره هي للمصريين، بعض الاجانب موجودين. الملعب الحقيقه لايق جدا على المصريين، والمصريين ومن اخر هياكلوا من الملعب حته. تعادل ممتاز. وخلي بالك الدقيقه 40 41 لحد الدقيقه 45 نفس الطريقه اللي النادي الاهلي عمل فيها كامباك في مباراه السوبر، ما بين سوبر الامس ولقاء روما في هذا المساء الحديث الجميل والجميل جدا. اذا ممتاز نادي روما بقياده توتي، ممتاز النادي الاهلي بقياده الحسام غالي. وادي يعقوب الحمادي لسه جاي من اليابان على فكره. يعقوب الحمادي الحكم الاماراتي، سالته ايه اللي لفت نظرك في رحله اليابان؟ قال لي حاجه جميله جدا، قال لي البلد كلها مظبوطه بالساعه، نظام النظام والالتزام والحركيه وحب العمل والديناميكيه، حاجات جميله جميله جدا لفتت نظر يعقوب الحمادي الحكم الدولي الاماراتي بالسبع مباريات. يعقوب الحمادي على طول خطا. قلت لحضراتكم حكم المباراة مع طاقم التحكيم الدولي مع المساعدين. والآن 2-2، أربع أهداف في الشوط الأول، أربع أهداف في الشوط الأول. أحلى حاجة كان يطلبها أكيد الكابتن شوبير والكابتن خالد والكابتن محسن والكابتن ضياء. أحلى سيناريو، أحلى سيناريو في المباراة، سيناريو غير متوقع. كنا متوقعين نشوف هدف بالكثير أو هدفين، شفنا أربع أهداف. إنما الأهلي في الخط الخلفي في بعض المشاكل لازم يشتغل عليها الأوف تايم الثاني بشكل كويس. تمشي كرة تاني على طول محمد نجيب، التلميذ النجيب للنادي الأهلي، يلعب على طول تاني عن طريق اللاعب جون، هو كمان جاب جون النهارده. تمشي على طول أمامية في العمق، خطير صلاح. يا صلاح يا صلاح، قاعدين نقول الغربية وبسيون والحاجات الحلوة، اهدى علينا يا ابو الصلح. دخل لجوه صلاح وغير الوضعية وغير العتبة بتاعت بداية حوالي 35 دقيقة لما كان بيلعب في الجبل يمنى. بعته هنا المدرب اسباليتي وعمل شوية تغيير لبوزيشن اللاعب، جاب صلاح شمال، وبالتالي هيروح اللاعب استروتمان او هيروح اللاعب توتي للجبل اخرى عكس محمد صلاح. على فكرة توتي بيعشق محمد صلاح، بيحبه جدا. توتي بيحب محمد صلاح جدا. خدها مني بالضمان التعليق العربي، خدها مني بضمان عصام عبده، توتي يعشق محمد صلاح. وخلي بالك ده لعب دور كبير جدا في استقرار محمد صلاح في نادي روما، لان روما هي توتي، وتوتي امه في لاعب، توتي امه في لاعب. تمشي على طول الكره الثانيه اماميه جميله، جمله اهلاويه ممتازه. يلا عدي روح وزيد، لاعب محمد هاني، دو شويه هاني، يطلع على طول دفاع نادي روما، تلقى مره اخرى الثاني، لكن يلعب الكره اماميه. نحب روما لما روما ما يلعبش مع الانديه المصريه، يجي يلعب مع الانديه المصريه خلاص احنا اهلاويه قلبا وقالبا. محمد صلاح يلعب، مصر كلها الحياه تتوقف تماما، والمصريين الجمال اللي موجودين ايضا خارج الوطن الام
الكل عاشق ومحب ومشجع ومتيم بنادي روما. لاعب اللي عمل ريكورد كبير جدا على السوشيال ميديا وعلى مراقبة ومواقع نادي روما لما وصل محمد صلاح، فرق بشكل كبير جدا جدا، أضاف إضافة كبيرة لروما، وروما بالتالي أضافت للاعب المصري محمد صلاح. إذا نموذج الوفاء والانتماء النهاردة وتوتي، ونموذج اللاعب والشاب المصري محمد صلاح. إذا مكاسب 4 أهداف في شوط المباراة الأول، عنوان غاية في الأهمية في مساء أمسية استاد هزاع بن زايد. تمشي على طول الكرة الثانية ملعوبة، انطلاقة في نص الملعب على طول تاني عن طريق محمد صلاح نص الملعب. بص سبليتي قاعد يقول لهم ماما ماما موما موما، وقاعد يكلمهم طلياني وعرف انه بيتقابل امام فريق كبير. عموما يعقوب الحمادي يطلق صفرة نهاية الشوط الأول. إيدن تيكو على الصورة، واحد من الأسماء الجميلة اللي أمتعت وأبدعت في الشوط الأول، جون أنطوي ومؤمن زكريا. النادي الأهلي جميل بجماهيره بعاشقيه بمحبيه، أجمل وأحلى تحياتي عصام عبده من هنا من استاد هزاع بن زايد في مدينة جميلة، المدينة الخضراء، مدينة الكرم، مدينة العين، في عاصمة السلام أبو ظبي. أبعت لحضراتكم أجمل وأحلى تحياتي، ملتقايا إن شاء الله بعد ربع الساعة من الآن حتى يحين هذا الموعد. ننتقل لصاحب الطلة والهلة الكابتن احمد شوبير على مستوى التقديم، كابتن محسن صالح مدرب نادي الاسماعيلي والمنتخب المصري، كابتن ضياء السيد نجم الكره المصريه والاهلاويه والعالمي على مستوى التحليل العالمي والاوروبي والكبير خالد بيومي. اليكم الصوره الكلمه، الله ولي التوفيق. شكرا كابتن احمد شوبير. اصدقاء المشاهدين، عودة من جديد، شوط المباراة الثاني، لقاء الكبير، لقاء اللي بيجمع النادي الاهلي امام فريق نادي روما. الاهلي يجري تبديل النادي الاهلي، ادي يعقوب الحمادي حكم اللقاء. اذا النادي الاهلي يجري اول تبديل في المباراة، يعقوب الحمادي حكم الدول الاماراتي. لحظات انطلاقة الشوط الثاني، شوف النادي الاهلي هيغير ازاي من شكل اللعب بتاعه. فريق روما مجموعة من اللعيبة ايضا موجودة على مقاعد البدلاء. اذا الاهلي نص ملعب الايمن ونادي روما في اليسار. تحضير على طول الاهلي في نص الملعب، غالي. انطلاقة على طول الحمادي لكن ما اداش حاجة. على طول الكرة الأمامية لكن في الأخير كرة ترجع إلى شريف إكرامي. انطلاقة الشوط الثاني، شوف النادي الأهلي الشوط الأول كان دايما سباليتي يقول فايف مومو مومو، بينادي على صلاح إنه يروح لقدام بيروح لقدام. كابتن خالد بيومي من يعني ما شاء الله طبعا، لانه عاش فتره طويله جدا في ايطاليا. خالد بيومي كاسم طبعا كبير في عالم التحليل وخبره كبيره ايضا مع الكره الايطاليه. تمشي على طول الكره ثاني في اليسار بالنسبه لصالح فريق نادي روما. التحضير لروما، نادي روما بدايه الاف تايم الثاني، نزول اللاعب فانكا. شايفين فانكا لاعب رقم 21 يشارك الان فانكا كبديل جديد بالنسبة للصالح فريق نادي روما. انطلاق على طول تاني لكن في فاول محمد صلاح. ابتسامة جميلة طبعا، وادي محمد صلاح يهمه جدا، لعيب ذكي جدا. وادي هنا كورة بتاعت شك في ركن الجزاء، حطت ايده وراه ويعقوب الحمادي كان قريب وما اداش حاجة للقلعة الحمراء ولا للنادي الاهلي. تمشي على طول الكرة تاني، تبديلات النهاردة طبعا تجربة. بيفكر مارتينيول يجمع مجموعة من اللعيبة، يدي فرص لأكثر من لاعب في هذه المباراة. تمشي على طول الكرة الثانية لصالح فريق نادي روما. تلقى محمد صلاح، بص بيجمعوا بعض، بيعملوا مثلثات جميلة. الشوط الأول المفروض مارتينيول يتكلم مع لعيبة الأهلي، مثلثات اللي بيعملوها، وبعض الأوقات يعملوا لينج باص لأحد أطراف الملعب بالنسبة لصالح فريق النادي روما. شوف بيقابلوا بعض مثلثات فين، وصلاح بقى داخل طبعا في وسطهم وعارف القصة ماشية إزاي. محمد صلاح هدف جميل لروما، الهدف الثاني لصلاح. محاولة العرضية خطيرة لكن يطلع الكرة الثانية بالأخير. بالأخير تمشي الكرة على طول ثاني لصالح فريق نادي باسم علي، ينزل باسم علي، وأعتقد محمد هاني خرج.
باسم علي يشارك الان مع فريق النادي الاهلي. باسم انطلاقه على طول ثاني اماميه محمد صلاح، اللمسه شوقي باصوا في العمق، باصات جميله جدا. حسين السيد وسعد سمير، مجموعه من اللعيبه بتاعت الاهلي يشارك. إذن الأهلي بدل أربع تبديلات في الشوط الثاني، وحاول على طول ثاني عرضية. نقول لحضراتكم على تبديلات النادي الأهلي، خرج صبر حين، نزل حسين السيد، وخرج سعد سمير، ونزل ربيعة، وخرج فتحي، ونزل عاشور. محاولات تبديلات النادي الأهلي، وخرج محمد هاني، ونزل باسم علي. تبديلات النادي الاهلي الاربعه في الهاف تايم الثاني بالنسبه لصالح فريق النادي الاهلي. خرج ايضا من جانب نادي روما مانولاس كتبديل اول، ورقه جديده مانولاس، وينزل فانكا لاعب رقم 21 مع تشكيله فريق نادي روما، يشارك ويخرج مانولاس. إذن النادي الأهلي بأربع تبديلات في هاف تايم المباراة الثانية، وفريق نادي روما بتبديل وحيد. شوط أول جميل بأربع أهداف، والنادي الأهلي زي ما قال مارتينيول حيشارك مجموعة من اللاعبين في شوط المباراة الثاني. يخرج فتحي، ويخرج وينزل عاشور، ويخرج ربيعة، وينزل سعد سمير، حسين السيد بديل رحيل، ومحمد هاني يخرج الاخر، وينزل باسم علي. اذا فعلا زي ما قال مارتينيول حيدي فرصه، ومع بدايه الهاف تايم الثاني الاهلي يجري اربع تبديلات وروما تبديل. بص على طول ثاني حسام غالي، الاهلي في نص ملعب اليمين، وفريق روما في الوسط الايسر من استاد الزع. انطلاقه لصالح النادي الاهلي، التحضير على طول ثاني، محاوله تصويبه ممتازه، ممتازه التصويبه من اللاعب صالح جمعه، تمشي على طول الكرة تاني في اليسار. حسين السيد، باسم علي في اليمين، سعد سمير في قلب الدفاع، خروج ربيعة، ويخرج فتحي لاعب نص ملعب، ويشارك حسام عاشور. تمشي على طول الكرة طويلة أمامية، بينما في الأخير إلى ركلة مرمى. اللعيب الوحيد اللي نفسه يتمرن مع سبليتي هو حسام عاشور. حسام عاشور يعني الأداء الهجومي أو الأدوار الهجومية، يعني سباليتي من المدربين العظام على فكره اللي بتطور كتير في شكل الشق الهجومي. هدفين على فكره لحسام عاشور لم يسجل من قبل بالراس في معدلاته في ادائه مع فريق النادي الاهلي، انما يبقى قيمه كبيره، ويبقى كل المدربين الاجانب اللي توالوا وتعاقبوا على النادي الاهلي الكل اعترف بامكانيات وقدرات حسام عاشور كلاعب اساسي. قيمة كبيرة هتضاف إلى أسامة عرابي، إلى هادي خشبة، إلى شادي محمد، إلى مجموعة كبيرة من الأسماء حصلت على ألقاب كبيرة مع النادي الأهلي على سبيل الذكر وليس الحصر. تمشي على طول تاني لصالح فريق نادي روما. روما الإيطالي، روما بتوتي، روما بسباليتي، روما بصلاح، روما بالانطلاقة الأمامية بالنسبة لصالح الأهلي من اليسار. مؤمن زكريا حريف جدا، مؤمن يلا يا مؤمن، الثالث الأهلي ممكن، لكن يشيل على طول الدفاع، يشيل الدفاع بتاع نادي روما، وفي الأخير الكورة إلى ركلة ركنية. شوف ما تحسش إن الموضوع صعب على النادي الأهلي، ما تحسش إن النادي الأهلي الموضوع بالنسبة له صعب، لكن الأمور كلها تمام التمام. شوف جمهور النادي الأهلي، أهلي أهلي أهلي. روما عنده زي ما قلت لحضراتكم أغنية شهيرة جدا كانت قبل 33 عام 1983 مع فيانتي، مع المطرب الشهير فيانتي، مطرب شعبي ايطالي. والطليان على فكره الطليان فيهم شبه كبير جدا من المصريين، في شبه كبير جدا، حتى بيقارنوا المصريين باللغه العربيه مع الطليان باللغه الايطاليه، هم اللي بيشقلبوا الكلام في اوروبا برضه. تمشي على طول الكره طويله تاني ملعوب، يستخلص ضغط النادي الاهلي ممتاز. حسام عاشور واحد من لعيبه المسامير الممتازين، واحد من لعيبه التكتيكيين الممتازين اللي ليهم دور كبير مع قافله النادي الاهلي على مستوى افريقيا، وعاشق ومحب للقلعه الحمراء. ترجع على طول تاني شريف اكرامي، برغم ان دخل مرمى هدفين انما عامل جيم كبير جدا في لقاء روما. شريف اكرامي
ابوه من الاسماء اللي حملت كاس افريقيا هو وشوبير وسبت البطل ومجموعه عظيمه على مستوى حراسه المرمى. تلقى على طول تاني خطيره ممتازه مؤمن زكريا. الاهلي روعه، الاهلي متعه. العب يا اهلي، العب يا اهلي، انغم يا اهلي، خطيره. الاهلي وليد اعمل بادي يا ولد طاله وعدت في لوبون. انزل لها شويه لكن المدافع يشيلها ممتاز. بص شوف النادي الاهلي بيعمل ايه، قاطع على طول وليد سليمان ومؤمن زكريا والاهلي 100 100. مثلثات الاهلي تمشي على طول تاني. حسام غالي واحد من حبات الكريز الممتازين. حسام غالي ده اول ما يبطل كل القنوات الفضائيه هتجري عليه، يبقى محلل ما شاء الله عليه. امكانيات ايه، امكانيات ممتازه وعنده رجل فليه ممتازه، يوديها يمين تقول له رغم الاطاعه رغم الاشاره يا حس. يمشي على طول تاني عن طريق وليد سليمان. متع يا اهلي، ابدع يا اهلي في لقاء روما. تحرك بدون كره الثالث. حسام غالي، حسام غالي، حسام غالي كبير، حسام غالي كبير. هل ممكن حد يجي يسالني بعد 10 12 سنه هل ممكن يكون حسام غالي واحد من اللعيبه اللي لعبوا للاهلي وممكن ينال كرسي رئاسه النادي؟ سؤال يفرض نفسه. بص اتحرك ازاي يا جماعه، بص المنتاليتي والعقليه التكتيكيه، بص الخيال الابداعي في التحرك بدون كوره، نفس الاداء والاشاده بتاعت روما في التحرك بدون كوره. تمشي عن طريق الفرار المصري محمد صلاح، صلاح ديناميكيه. محمد صلاح لعيبه الاهلي ما ادتلوش فرص النهارده خالص، ولا مساحات ولا عامل الزمن. ثلاث عوامل صلاح لو خدهم يخليك تغني زرموه. خطيره جدا الحمد لله على طول ايدن جيكو وركله مرمى. خلي بالك بقى سعد سمير، يخلي باله ايدن جيكو. والنهارده لازم نتكلم على لعيب البديل يا جماعه، اللعيبه البدلاء برضه لازم يبقى عندهم عقل كره قدم جميله. تبقى قاعد بديل ومش زعلان مش مقير، هيجي لك الوقت هيجي لك. شفنا النني لما راح وزاد، شفنا الاثاره والمتعه والنديه بالنسبه لفريق نادي روما. انطلاق على طول تاني في نص الملعب بالنسبه لصالح الاهلي، خطير. ينطلق النادي الاهلي من يسار مؤمن، مؤمن يا مؤمن، مؤمن ان زكريا خطيره. ملعب ده وشه حلو على الاهلي، وشه حلو على الاهلي، وشه حلو على الاهلي. الثالث للنادي الاهلي. الله وليد سليمان يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. مت على الاهلي، مت على الاهلي، مت على الاهلي. الله الله الله، الاهلي وجماله. لسه بقول لحضراتكم استاد هزاع بن زايد ملعب تاريخي باسم تاريخي بنتيجه تاريخيه. لسه بنتكلم على وش الملعب، فاز بالسوبر، انطلق بالسوبر، ثم الكره الجميله والاثاره الجميله في هذا اللقاء. يتالق النادي الاهلي، يبدع وليد سليمان، يتاثر تاثر جميل هجومي ممتاز بالنسبه لاحداث هذا اللقاء. وليد سليمان روعه روعه روعه. الاهلي متعه، الاهلي متعه. في ناس وشها حلو على ناس، ملعب ده وشه حلو جدا على النادي الاهلي. ملعب هيكون تاريخي بعد تاريخ القاهره ب 70,000 متفرج، ب 25,000 متفرج، وبالقدم اليمنى الذهبيه لوليد سليمان يتالق ويفرح المصريين في قاهره المعز موجودين، في كل محافظات مصر موجودين، وفي كل امارات الامارات متواجدين، وفي ملعب هزاع بن زايد حاضرين مستمتعين متشوقين بفرحه لنادي كبير اسمه النادي الاهلي. الاهلي يبقى الاهلي، يبقى الاهلي. تلف الايام، تدور الايام، قد يمرض الاهلي لايام، لكن استحاله النادي الاهلي يموت، استحاله بلا حاله بل محاله. تمشي كره ثانيه على طول. الاهلي دايما يتقدم، الاهلي دايما يتقدم على فريق روما. مباراه للتاريخ، مباراه للتاريخ. خلي بالك اللعيبه دول كلهم بعد سنوات طويله يقول لك انا لعبت ماتش روما في استاد هزاع في اجمل ملاعب العالم 2014، في الملعب اللي حصل على على قائمه المباني المرشحه للفوز بجائزه العماره العالمي في سنغافوره، ما بين سنغافوره ودوله الامارات في امسيه الاهلي وروما الكثير والكثير. نادي روما بالسبع او بثلاث القاب على المستوى المحلي وارقام وارقام. جماهير الاهلاويه بتنادي بالاهلي وجماهير روما بتقول روما روما روما. كوري داستا كيتا يونكو جراندي، انطلاق على طول تاني. اموري دي طنطا اي طنطا جيناتي شيفاي سوسي بيرا، سوسي بيرا عاشق بالنسبه لفريق روما وعاشق بالله. خلاص دخل قلب الاهلاويه، دخل قلب الاهلاويه، وهينزل الان واحد من المتربعين في قلب الاهلاويه وفي قلب الجمهور المصري، انه الكبير عبد الله السعيد. هيخرج صالح جمعه نفس الجينات ونفس النوعيه
بتاعه اللعيبه الموهوبين. الاهلي ابدا سلالته ما توقفش بالنسبه للعيبه الموهوبين. ما زلت اقول احمد الشيخ عاوزين نتفرج عليه النهارده، عاوزين نسمي احمد روما، عاوزين نسمي وليد سليمان احمد روما، واحد منهم ياخد اللقب احمد روما ويفضل اللقب معه على طول. جون انتوي سجل هدف، شريف اكرامي دخل في مرمى هدفين، انما وحش من الوحوش بتوع المباراه النهارده شريف اكرامي. وحش من وحوش المباراه النهارده شريف اكرامي. ترجع الكره موجوده على طول في نص الملعب، النهارده موجود معانا مارادونا بينور وبيشرف المباراه، موجود ايضا شاهد المباراه السيد محمد ابو العينين رئيس مجلس اداره صدى البلد، سعداء جدا بصدى البلد وبوجودهم كلهم موجودين معانا في دوله الامارات وباي قناه عربيه تلفزيونيه مصريه. سيد الهام ابو الفتوح رئيس القناه وعمرو الخياط مدير البرامج ومحمد الفقي نائب مدير البرامج، مجموعه من الاسماء الحقيقه ايضا مستمتعه ومتمتعه وبتبعت 100 قبله و100 رساله شكر بالنسبه لدوله الامارات العربيه المتحده، وده مش غريب كالعاده. تمشي الكره تاني منطقه الخليج بالكامل منطقه كرم، يمشي على طول تاني مؤمن زكريا واحد من القرماء اللي كرموا النهارده روما، تحديد الكابتن وبص شوف الاهلي الله للرابع، لكن تمشي الكره تاني من جديد. مباراه وديه بشكل حماسي رهيب في احداث امسيه كرويه ولا في الاحلام بالنسبه لصالح عبد الله السعيد، يبعت قذيفه كله مستمتع. وليد سليمان هيرجع، وليد روما، وليد سليمان العرضيه خطيره، يركب يا عبد الله لكن يطلع الكره الثانيه. عبد الله يا عبد الله، اللي عنده عبد الله السعيد ما يقلقش، اللي عنده مؤمن زكريا ما يقلقش، اللي عنده حسام غالي ما يقلقش، اللي عنده احمد فتحي ما يقلقش، اللي عنده ربيعه ما ينزعجش، اللي عنده رحيل وهاني وشريف اكرامي ووليد سليمان وجون انطوي وعنده عبد العزيز عبد الشافي وعنده الاسماء الكبيره عظيمه ورفاق رفاق الامس النهارده يديروا الكوره مع الاهلاويه. تمشي على طول الكوره عبد الله السعيد، الاهلي متعه، الاهلي متعه، الاهلي فريق العاصمه المصريه مع فريق نادي الزمالك، ان شاء الله الزمالك يجي هنا كمان قريب، ولما لا؟ ولما لا؟ الزمالك مأدي موسم عظيم جميل على مستوى كل الالعاب. تمشي على طول الكره وليد سليمان، التحضير مره اخرى تاني لحسام غالي، اجل وقف لكن في الاخير الى ركله مرمى. واحد يسال سؤال يقول للمعلق كان نفسه في ايه؟ كان نفسه يكون النهارده رمضان صبحي موجود الحقيقه. نفسك في ايه؟ تتمنى ايه؟ ندعك لك البتاع عشان البتاع يجيب لك مين؟ اقول لك رمضان صبحي. رمضان صبحي النهارده كنا ممكن نعرضه عرض كويس، كنا ممكن نحطه في الفاترينا في الاداء الجميل النهارده. الملعب حلو والاجواء كلها حلو والاتموسفير كله جميل جميل جميل. اذا فريق روما تبديل لصالح نادي روما، كرة تانية على طول في نص ملعب لصالح روما، لمسات للفريق الإيطالي. زول اللاعب فانكير بديل لمانولاس، والتبديل الثاني بالنسبة لسباليتي المدير الفني العظيم صاحب ال 57 عام مدرب الأودينيزي. تصويبة تاني صلاح، قنبلة قنبلة من صلاح. شريف إكرامي زميله في المنتخب، انما صلاح النهارده مش راحم شريف اكرام. بص هنا ابتسامه ايه موجود، قال له يا صلاح يا صلاح، لكن خلاص النهارده صلاح صلح او صبح على اكرامي بهدف جميل. شوف اللافتات المعبره الجميله، ناس كاتبه اسم صالح سليم، الاهلي تاريخ بمد. يا جماعه الاهلي نادي عنده مبادئ وعنده قيم كبيره ويقدر كثيرا جدا من يعطي الكثير. ادي حسام غالي وايضا جيكو، مباراه جميله جدا. او لاعب ستروتمان، اللاعب ستروتمان هنا اللاعب اللي بيخبط او بيتخانق مع حسام غالي في اللقطه الاخيره. هذا اللاعب ستروتمان بيانيتش على فكره من اللعيبه اللي مطلوبه في اليوفي، وايطاليا هتفقد في اليورو، هتفقد اثنين كبار، هتفقد فيراتي وهتفقد ماركيزيو للاصابه. الاثنين دول هيفقدهم فريق او يفقدهم المنتخب الايطالي فيراتي وماركيزيو. فريق روما تاهل لدوري الابطال. يعقوب الحمادي ده ظابط بوليس، ده بص جمعهم على بعض. ادي حسام غالي وادي يعقوب الحمادي، يخرج باراديس لاعب الارجنتيني يخرج، ونزول اللاعب بيروتي نزول بيروتي، وادي حسام غالي الكابتن وهيخرج. ادي محمد صلاح، حسام غالي عظم عظم الولد ده ممتاز. حسام غالي نموذج منتاليتي عقليه جميله، ان شاء الله يكون موجود مع المنتخب
ان شاء الله يكون موجود مع المنتخب. اسامه نبيه اسم عظيم واسم جميل، وحسام غالي اصغر منه، اخوه الصغير، كبير والصغير ممكن يختلفوا، انما في الاخر هو منتخب مصر، حب منتخب مصر. مارتينيول المدير الفني السابق والمدرب العبقري الكبير جدا مع فريق نادي توتنهام. تمشي على طول الكره طويله، تفتكر توتنهام على طول تفتكر النجم الكبير احمد حسام ميدو، اسم الاسماء العالميه الكبيره المصريه ميدو، افتكر على طول حازم امام النجم الكبير جدا مع اودينيزي، اسماء كبيره مصريه، هاني سعيد وحجازي، مجموعه من الاسماء لعبت في ايطاليا. انما يبقى لحد الان بالارقام محمد صلاح، هو التريد مارك او هو الاسم اللي بدا يسمع على المستوى الاوروبي. نفسي اشوف محمد صلاح في رونا او ريال مدريد وخلاص، مش عايز حاجه من الدنيا. تمشي على طول الكره الثاني، محاوله تصويبها لكن الكره في الاخير الى ركله مرمى. مدرب سباليتي درب اودينيزي وسامدوريا وامبولي، اوزفالدو نجم الكبير جدا. ادي على طول محاوله، انا شفت تحركات توتي اللي اتكلم عنه جوفاني ترباتوني. بص العلاقه الجميله بحسام غالي، خلاص كل الالافات دي بتحب غالي، والملايين اللي النادي الاهلي عنده قاعده ملايينيه كبيره جدا. شوف الاجواء الجميله، والله ممتاز. شكر كبير جدا لهذا الجمهور العظيم اللي حضر النهارده وآذن وحل جمال المباراه بشكل كبير جدا مع انطلاقه ال 18 دقيقه الاولى من عمر هذا اللقاء. تمشي على طول الكره ثاني نص الملعب، لمسه على طول ثاني في اليمين. التحضير بالنسبه لصالح النادي الاهلي، اللمسات الاهلاويه، الاهلي بثقه بالنفس ب 3-2 في مرمى فريق روما في الامسيه التاريخيه في الملاعب الاماراتيه هنا في استاد هزاع بن زايد، ملعب الخاص والملعب الرئيسي بالنسبه للكبير الاسيوي نادي العين. ثلث ساعه اولى والتقدم لصالح النادي الاهلي بثلاث اهداف مقابل هدفين في امسيه كرويه جميله ولا في الاحلام. يمشي على طول من اليسار، التحضير للكره العرضيه لكن يقطع ثاني. ممتاز روما فريق فريق العاصمة الإيطالية روما بعد الحرب العالمية الثانية بقت هي العاصمة، إنما تورينو مع عظمة اليوفي، نتمنى الإنتر ونتمنى الميلان العريق والكبير. الميلان اللي بيعاني معاناة شديدة جدا بتخبطات، واللي زعل الواحد إن في كلام إن ممكن الميلان يتباع بحوالي 800 مليون يورو، وده الكلام اللي مش عاوزينه الحقيقة، لأن الإدارة هتكون إدارة صينية، ولو مسكت الإدارة الصينية نادي الميلان هيبقى فيه بعض الكلمات، الله أعلم هتمشي إزاي الأمور. إنما ميلان نيستا، ميلان الإصابات والحب والهيام يعاني معاناة كبيرة. نتمنى الاستفاقة لنادي الإنتر ونتمنى الاستفاقة للكرة الإيطالية بشكل كبير، وترجع على سابق العصر والسنوات الجميلة، سنوات الخوالي، ترجع الكرة على طول لستروتمان، واحد من اللعيبه الكبار اللي موجودين في احداث هذه المباراه. ستروتمان نجوم كبار جدا حضروا النهارده في هذه الامسيه. كيفن ستروتمان لاعب الهولندي صاحب ال 26 سنه ولاعب البيزفي ولاعب روما عام 2013، 31 مباراه بقميص روما، 25 مباراه دوليه مع منتخب الطواحين الهولنديه مع المنتخب البرتقالي. خطا على طول ثاني جون انتوي، والنادي الاهلي بيحضر ماليك ايفونا. الاهلي حضر ماليك ايفونا، اعتقد بديل جديد بالنسبه لصالح القلعه الحمراء. جون انتوي كابتن عبد العزيز عبد الشافي لعب دور كبير في ايفونا وجون انتوي ومجموعه من اللعيبه لما استلم المهمه في الفتره الصعبه على النادي الاهلي، قدر يرجع الاولاد دول كلهم لمستواهم. اذا الحكم الان هيدي فترة أيضا راحة لشرب المياه. الهدف الجميل بتاع جون أنتوي، هدف الممتع بتاع جون أنتوي، هدف روعة روعة روعة. وادي المشجع، الراجل ده خلاص هيدخل التاريخ، هيدخل مع هدف جون أنتوي. كل ما يجي الهدف هنلاقي الراجل ده المحب للأهلي، ده كمان هدف جميل روعة. نشوف البساطة بتاع توتي، الاستلام ده طبعا خطأ كبير من الدفاع الأهلي، كان في أخطاء كتيرة جدا في الشوط الأول، الأهلي رجعها والملك لدى روما. اللاعب توتي لعب دور كبير، إنما استمتعنا بفريق جميل اسمه فريق روما، فريق يملك قدرات ويملك إمكانيات، كان في شغل تكتيكي جميل، ودايما كالعادة محمد صلاح يسجل الهدف رقم 15 في مشواره مع فريق نادي روما، هداف الفريق في الدوري
هداف الفريق في الدوري. وادي الهدف الروعة بتاع النادي الاهلي. يا سلام على بطن القدم يا ولد، سلام على بطن القدم بتاعته. بطن قدم ايه؟ بطن قدم ولا بطن الارض؟ بص شوف هنا، روعة روعة. مؤمن مؤمن زكريا، مكاسب كبيرة يا جماعة. وادي الهدف الجميل بتاع وليد روما، وليد سليمان، وليد روما. هدف روعة روعة روعة، يعطي للاهلي افضلية، ويعطي لفريق نادي روما تأخر، ويعطي لمرمى لوبون هدف جميل. سلام على الاجواء الجميلة. بص التقاليع، المصريين ممتعين يا جماعة، مصريين يعني مصريين. مصر مصر بلد عظيم، مصر بلد عظيمة جدا جدا، عظيمة برجالها في مؤسساتها العسكرية العملاقة، في مؤسساتها القضائية الشامخة بقضائها العظيم العظام، قضاتها العظام، تاريخ كبير جدا يا مارادونا. مؤسساتها الشرطية اليقظة الجميلة بتضحياتها الكبيرة عبر التاريخ وعبر العصور وفي فترات سابقة وفترات حالية. مؤسساتها الصحفية الوطنية الجميلة العاشقة والمحبة لتراب البلد. مصر بنيلها بحضارتها بطبيعتها بطيبة ناسها بالكرة العرضية لكن بعيدة. مصر عظيمة بمحاميها بأطبائها بمهندسيها بمعلميها بإعلاميها بكل رجل صغير بكل صانع يعشق هذا البلد. يا مارتينيول واحد من الناس اللي عشقت مصر واتكلم عليهم ممتاز جدا أمس في الحوار الخاص مع أحمد شوبير، وقال إن بلد جميلة فيها أمن جميل ممتع جدا التواجد، ومش عاوز يترك النادي الأهلي ولا عاوز يترك مصر. وفي الآخر بينه وبين حضراتكم، اللي يشرب من نيلها صعب جدا جدا ما يبقاش دايما يغني لها ويشعر فيها. تلف عليك الايام دايما ومصر، وتضرب على راسك طبول كتيره، انما مصر زي ما قلت لحضراتكم جينات المصريين، الجينات بتاعه المصريين من ايام الفراعنه عاشقه فقط بالنسبه لتراب البلد. وبعد كده اقفل وانهي الكلام. تمشي كره تاني الان، 5 اهداف في المباراه، 70 دقيقه لعب. النادي الاهلي فرعون كبير، النادي الاهلي ممثل كبير بالنسبه للكره المصريه. مباراه وديه لكن بشكل وبطابع رسمي جميل بحضور قرابه 25,000 متفرج في ضره ملاعب العالم، في ضره ملاعب العالم. انه يعني انه استاد هزاع، الملعب الجميل اللي كان استقبل نادي مانشستر سيتي، واستقبل هامبورغ الالماني، واستقبل الفرانكفورت الالماني، واستقبل السوبر المصري، واستقبل النادي الاهلي الاماراتي مع نادي العين، واستقبل الجزيره الاماراتي الكبير مع نادي العين. هو الملعب الاساسي بالنسبه لفريق نادي العين، والعين كمان عنده على فكره ملعبين غير هذا الملعب، عنده ملعبين تاني غير هذا الملعب. تمشي على طول الكره تاني في الجبل يوسف، في الجبل يوسف. تحول الان بالنسبه لصالح نادي روم من الناحيه اليسار. روم روما والبحث الدائم والسعي الدائم روما على تعديل الاوتار بالنسبه للتعادل بالنسبه للمباراه. سباليتي كلم وقال على فريق النادي الاهلي كلام ممتاز. وادي على طول هنا توتي، نجم كبير جدا يا جماعه، وارقام ارقام توتي تتحدث عن نفسها على فكره. توتي قلت لحضراتكم، وادي سباليتي مدرب العظيم، سباليتي مدرب العمل السنة دي 73% معدل مباريات الفوز بالنسبة لسباليتي. أدي جمهور النادي الأهلي 73%، بينما 34% نسبة الفوز بالنسبة لجارسيا. سباليتي اللي طور كتير من لعيبة نص الملعب إن هم يشتغلوا بشكل هجومي. سباليتي من المدربين اللي ما بيأمنوش إنه بيلعب برأس حربة صريح، تبادل الأدوار. وشفنا التكتيكس الجميل لروما في الشوط الأول، هو شغل مدربين، هو شغل مدربين. كرة القدم الآن اللي كله علم، كله علم على فكرة، من أول حراسة المرمى. حارس المرمى الآن ليه دور كبير جدا في النواحي التكتيكية، حارس المرمى الآن ليه دور كبير في النواحي التكتيكية. انطلاقة على طول تاني أمامية، اسأل أحمد سليمان واسأل أحمد ناجي واسأل طارق سليمان واسأل سعفان واسأل كل مدربين الحراس المصريين الممتازين اللي عملوا تطور كبير جدا في كرة القدم. تمشي على طول الكرة تاني أمامية جيكو، خطير جدا ممتازة، لكن تروح الى الحارس الاسد. ادي باسم علي، باسم كرة على طول تاني من توتي. شوف قيمة كبيرة جدا، سفير النوايا الحسنة توتي لدى ليوني سيف على فكرة، سفير للنوايا الحسنة توتي. توتي على فكرة كان عمل كتاب جميل، كان عمل كتاب نكت على فكرة، كان عمل كتاب نكت واتباع بشكل كبير في اوروبا. انطلاقة على طول تاني طويلة امامية لكن سهلة الى حارس المرمى. عمل كتاب خاص بالنكت، وفي 3 من كبار ايطاليا شاركوا توتي في ان هم عملوا هذا الكتاب. واحد من اعز اصدقائه ديل بيرو، وواحد الثاني وجلوجي بوفون نجم كبير جدا، وانطونيو كاسانو. ودخل الكتاب ده كله راح للاعمال الخيريه. عملوا كتاب عن النكت انتشر وزع صيته في اوروبا وعمل ارقام كبيره جدا، كان صاحب الفكره فيها
الامبراطور والقيصر توتي، وكان شاركوا مع ديل بيرو وبوفون وانطونيو كاسانو. كتاب كل فلوسه راحت للاعمال الخيريه بالنسبه لتوتي. بالنسبه لتوتي لما تبقى نجم كبير على فكره الضغط واللود بيزيد عليك، الضغط واللود بيزيد عليك. ابو كريستيان ابنه الكبير اسمه كريستيان، وعنده بنت ثانيه على فكره اسمها تشانل، ما عندوش غير الولد والبنت دول فقط. توتي من زي ما قلت لحضراتكم من زوجته الاعلاميه ومقدمه البرامج والمعلقه. تمشي على طول الكره ثاني على طول عن طريق محمد صلاح، اللمسه على طول ثاني بالنسبه لتوتي. نص ملعب ستروتمان ايدن جيكو عامل ماتش عظيم، جيكو النهارده عامل ماتش كبير جدا جيكو مع فريق روما. يمشي الكره على طول ثاني بالنسبه لروما، تحاول الكبير جدا بالنسبه للفريق الايطالي لكن يقطع على طول مع دفاع ثاني من جديد، يقطع دفاع يرد الاهلي، الاهلي في طريق الرابع، الاهلي الرابع. امشي يا جون، امشي يا جون، هات الجون الثاني، جون هيجيب جون، يلا يا جون. خلينا اغني لك يا ولد يا ولد، اوه عبد الله، اوه خطيره جدا. لا 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 عمرو السليه، عمرو السليه يا ولد كان هيسجل. عمرو السليه بص العرضيه، بص العرضيه، خطير النادي الاهلي في امكانياته في قدراته في هجماته المرتده في السبيد اتاك بالمسمى الحديث، ليس الكاونتر اتاك وانما سبيد اتاك. تروح على طول تاني عن طريق محمد صلاح. بص عقليه لعيبه الاهلي النهارده خدمتهم، ما بيدوش مساحه لمحمد صلاح. وزبالتي لان لعيبه الاهلي حافظينه وعارفينه، بيلعبوا معاه مع المنتخب الوطني وهم بلدياته واشقائه وعارفينه، وهم 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 اللي عندهم هو اللي ممكن تقول عليه اسال العليل وما تصدقش التحاليل. فيش مساحه ابدا ولا زمن لمحمد صلاح في هذا المساء، عشان كده صلاح دايما نشوفه يخش لجوه وما يلعبش على خط الملعب من بره، ما تبقاش دايما رجله جوه الملعب ولا رجله بره الملعب. وقف النادي الاهلي صلاح انه يديله مساحات في الاطراف. تمشي على طول الكره اهلاويه، لعيبه الاهلي مبسوطه مبسوطه، والجمهور يحرك الصخر. الاهلي قدم مباراه عظيمه امام روما، الاهلي فريق القرن الفريق العالمي. هوبا خطيره، يا نهار ابيض، مش ممكن مش ممكن مش ممكن. النادي الاهلي يا خطيره خطيره خطيره. ماليك ايفونا، ماليك ايفونا، يا نهار ابيض يا ايفونا، اكتر من كده ادي لك ايه يا راجل، اكتر من كده ادي لك ايه. غريبه جدا، ماليك ايفونا هيخرج مؤمن زكريا، هدف مش ممكن يضيع. والله لو قلت ايفونا ضيع الهدف ده مش هيضيعه. الاهلي يسجل هدف رابع الموضوع يخلص، الاهلي يسجل هدف رابع الموضوع ينتهي تماما تماما تماما. احمد الشيخ هيلعب اخر ربع ساعه، وعد واوفى. مارتينيول وعد واوفى، وعجبني جدا في ادارته للمباراه وتبديلاته في المباريات وتبديلاته في المباراه. اذا هيخرج اللاعب الصادق او ينزل لاعب صادق، ينزل صادق الفريق الايطالي. اذا ايضا تبديل لصالح النادي الاهلي، يخرج ستروتمان، يخرج كيفن ستروتمان اللاعب الهولندي، يخرج ستروتمان. كان نفسنا نشوف النهارده نايم جولان، كان نفسنا نشوف اللاعب دينيا لاعب المدافع الجميل اللي عمل اداء كبير جدا هذا الموسم. لكن سبعه من اللعيبه الكبار ايضا اللعيبه المعارين، منهم حارس المرمى تشيزني، حارس المعار من فريق الارسنال الانجليزي الكبير، صديقه هيبقى صديق للنني. هذا على طول اللاعب ايدن جيكو والمدرب سباليتي. بص واخد الموضوع بجد، واخد الموضوع بجد. جماهير الاولاد الصغيرين العاشقين لنادي روما، ادي سباليتي، سلام عليك يا سباليتي. تمشي على طول الكره تاني هنا، انطلاقه اماميه، محاوله تاني على طول. جميله الاجواء، ممتعه الاجواء. ادي الضغط على طول تاني، ينطلق للامام، المحاوله التانيه راسيه، يضغط تاني النادي الاهلي. شوف ولا شرده ولا ورده معديه من النقل، النقل والبث الجميل وشركه لايف، الشركه العالميه الجميله اللي موجوده مع ابو ظبي الرياضيه. يعني ولا نهائي ابطال اوروبا ما شاء الله، في كل مكان مجموعه كبيره جدا من الارقام القياسيه الكبيره بالنسبه 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 للكاميرات، نقل ولا في الاحلام. يلا يا عبد الله، دقيقه واحده يا ولد، يشوط الكره خطيره خطيره، اوه. لكن الكره على طول ركله مرمى، كرة على طول ركلة مرمى، محاولات كبيرة جدا بالنسبة لصالح النادي الأهلي. الأهلي يبقى الأهلي، والمحاولات الكبيرة ما
للكبير وليد سليمان وللكبير عمرو السلية. مش غريب عمرو السلية عن الملاعب الإماراتية، وأعتقد أنه ممكن يكون لاعب مباراة العين هنا. اللاعب عمرو السلية لعب مع نادي الشعب، وكان مدرب الشعب طبعا مدرب العرب المصري طارق العشري كان لعب أيضا عمرو السلية. تنسى على طول الكرة، في فاول على إيدين جيكو. نقل جميل جدا، مستمتعين جدا المجموعة الأصدقاء مع صدى البلد، مستمتعين الحياة بالأداء بالشكل بالكرنفال. والاستقبال بيني وبينك كان استقبال يعني سبع نجوم، استقبال سبع نجوم. وخلي بالك يعني الاستقبال على قدر المحبة، الاستقبال على قدر المحبة. تمشي على طول الكرة تاني في نص الملعب بعد 22 سنة. أقول لحضراتكم يعني من أكرم القرماء منطقة الخليج، خدها مني بضمان عصام عبد. المنطقة كلها الحقيقة جيناتها هي جينات القرم، منطقة الخليج العربي الأشقاء كلهم الحقيقة كرم ما بعده كرم. خطير جدا صديق، أسطو يا صديق، ليس صديق ولا رفيق، لكن يطلع دفاع النادي الأهلي تاني ممتاز، يطلع دفاع النادي الأهلي التاني ممتاز. انطلاقة لصالح النادي الأهلي، تبديلات الأهلي من جديد، دفع باللاعب بيروتي مع فريق روما. انطلاقة مرة أخرى تاني على طول مليك إيفونا، ضيعت الدنيا إيفونا، العرضية التاني لكن يضغط تاني فريق النادي الأهلي. محاولة، محاولات مرة واثنين وثلاثة، الضغط الأهلاوي الكبير ومعاه الدفاع الإيطالي. لاعب كاستان، كاستان وعبد الله السعيد، كاستان وعبد الله يلعب الكرة التانية على طول. فانكير مدافع القلب، فانكير يمشي على طول في اليسار بالنسبة للاعب زوكانوفيتش. زوكانوفيتش 78 دقيقة أخيرة على نهاية أحداث المباراة، أو 78 دقيقة لعب، آخر 11 دقيقة متبقية على نهاية الجيم، آخر 11 دقيقة. الأهلي في المباراة التاريخية، ملعب تاريخي، فريق تاريخي، والأهلي دائما تاريخي. كرة على طول تاني طويلة عرضية، يضغط تاني، يحاول يطلع الكرة مرة أخرى تاني على طول. وليد سليمان تمشي، وليد سليمان إلى حارس المرمى شريف إكرامي، تمشي على طول إلى شريف إكرامي. الله، أنت كبير يا أهلي الحقيقة، كبير النادي الأهلي، كبير بإمكانياته، كبير بقدراته. من يوم إلى آخر يثبت الأهلي إنه دايما يسعد هذه الجماهير. شوف الولد هنا عاشق ومحب بالنسبة لروما، عاشق ومحب بالنسبة لفريق الذئاب، بالنسبة لفريق الذئاب. كان في مثل على فكرة، على مثل روسي عن الذئاب، يقول لك يعني صادق الذئاب، ما فيش مشكلة تصادق الذئاب، لكن دايما خلي فاسك مستعد. المثل الروسي عن الذئاب يقول تصادق مع الذئاب، لكن المهم يكون دايما فاسك مستعد، دايما يكون فاسك مستعد. ادي الكرة على طول تاني، فضل كبير جدا الحقيقة النهاردة في الأداء بالنسبة للأهلي. جمهور النادي الأهلي حاسس بهذا الفضل وحاسس بهذا الأداء، لعيبة الأهلي حاسين أيضا إن لازم يردوا هذا الفضل بالنسبة لهذا الجمهور الكبير. شوف النقل الجميل، شوف المتعة، فيش ولا واحد في الملعب النهاردة صورته ما جاتش، فيش ولا واحد النهاردة في الملعب ما عملش ماركتينج لنفسه. جاب لك الصغير والكبير، الأنثى والولد، الكبير والصغير، أبو شعر كبير. المصريين عظمة يا جماعة، المصريين عظمة. إنما السنة الجاية والسنوات اللي جاية عاوزين نزود حتة الفضائل بتاعة الناس. الواحد يعمل معاك فضل لازم ما تنسلوش هذا الكلام. مثل بيقول لك عيوب الناس بنكتبها على النحاس، عيوب الناس بنكتبها على النحاس وفضائلهم بنكتبها على الميه. والله المثل الانجليزي دوت، المثل الانجليزي ده ما كدبش، عيوب الناس بنكتبها على النحاس وفضائلهم بنكتبها على الميه. الانجليز قالوا هذا الكلام قبل مئات السنوات ومئات الاعوام. عاوزين ان شاء الله الفضائل تتكتب على النحاس، وعاوزين العيوب تتكتب على الميه. وانسى وساهم، وانسى وساعد، مفيش مشاكل. تمشي على طول الكره الثانيه السريه. وليد، يا وليد، وليد روما، وليد روما، ليلتك يا وليد. يلعب الباصه، انطلاقه العرضيه، حسين السيد، اوبا، لكن يطلع الكره ثاني من جديد الى ركله ركنيه عن طريق الكاستان، عن طريق الكاستان. ادي الجماهير المصريه، الجماهير المصريه العاشقه والمحبه لهذا اللقاء، حضور جميل جدا جدا. كل ايضا يعني العاشقين والمحبين بالنسبه لهذا اللقاء يعني موجودين. اداء كبير جدا جدا، والحقيقه فريق العمل والضيوف بتوع صدى البلد كلهم منورين دوله الامارات العربيه المتحده، مستمتعين جدا مع اشقائهم. والامارات تريد مارك في الكرم كالعاده، تريد مارك وماركه مسجله كالعاده. يمشي كره خطيره، صديق في انذار، يمشي على طول يعقوب الحماد ويدي انذار، ضابط الشرطه يعقوب الحماد يدي انذار، يدي انذار خطا، والركله الحره المباشره
على فكره هوجوين السنه دي كسر الرقم بتاع نوردلاند. نوردلاند لعب 66 هدف، تلقى على طول ثاني اماميه. هوجوين عامل حاله جميله، رقم الكبير عام 49-50 في الدوري الايطالي، وهوجوين يسجل رقم تاريخي هذا الموسم 36 هدف. فريق روما هيحصل على 30 مليون يورو الوصول لدوري الابطال بالارقام الكبيره، وده مثل كبير جدا يخلينا في مصر نشتغل على كرة القدم يا جماعة كصناعه. ريت إن شاء الله سيادة الوزير وكل الناس القائمين على الكرة اشتغلوا إن كرة القدم صناعة. وشوف الرقم اللي هقول لحضراتكم عليه، البرازيل السنة اللي فاتت 17 مليار يورو، 17 مليار يورو تاني الدخل في تاريخ البرازيل العام الماضي من كرة القدم. 20 مليون برازيلي بيلعبوا الكرة، بيجروا ورا الجلد ده، والجلد ده جاب للبرازيل 17 مليون يورو. أرقام وأرقام كبيرة بتتحدث عن نفسها في كرة القدم اللي أصبحت صناعة ثم صناعة ثم صناعة. الأهلي الآن هيصنع نجم جديد وهينزل تبديل جديد، واحد من الأسماء الكبيرة اللي سوء البخت وسوء الطالع وسوء الحظ الحقيقة حلفه فترة من فترات الإصابة، هينزل عمرو جمال وهيخرج وليد روما، وليد سليمان هيخرج النجم الكبير، واحد من الأسماء الكبيرة اللي أدت مباراة كبيرة مع فريق النادي الأهلي في هذا المساء. هدف بالقدم اليمنى، الاهلي يمين فنان، الاهلي يسار فنان، الاهلي في الامارات فنان، الاهلي في مصر فنان، الاهلي في افريقيا عنده ارقام تتحدث عن نفسها من خلال بطولات الدوري وبطولات الكاس. نبارك لمنتخب كرة القدم للسيدات، المنتخب المصري الحقيقة اللي وصل الى ارقام كبيرة جدا، معاهم طبعا مدرب حسن كريكا، محمد حسن كريكا، واحد من الناس اللي كانت اشتغلت هنا كمدربين كوره، اسماعيل توتو، شاكر عبد الفتاح، حمدي نوح كان اشتغل هنا ايضا في نادي العين، علي يونس، اسماء كبيره على فكره على سبيل الذكر وليس الحصر، حضرت الى دوله الامارات العربيه المتحده. تمشي على طول الكره الثانيه اماميه، توتي اللمسه من الملك توتي، يضغط عبد الحسين سيف، حاجه اوعى تحسب حاجه يا يعقوب حبيبي يا يعقوب، ممتاز. يمشي على طول ثاني عن طريق عمرو جمال، يخش لجوه عمرو جمال، مباراتك سبع دقايق بتوعك، عدي يا عمرو، انطلق يا ولد عمرو جمال، يلا يا مليك بقى يا مليك، ده استلام يا راجل، توقف تاكسي، ايه ده يا مليك يا افونا، ده وحش قوي مليك افونا، جات له فرصه، جات له فرصه يعني عبد الرحمن ابني دخلها جوه، مش ممكن ما دخلهاش ليه، مش عارف مليك افونا جنني في الهدف اللي جات له انفراد ده، ما قدرش يسجله. لعيب اللي يجي له انفراد وما يسجلش زي البني ادم اللي في الحياه يجي له دلع وما يتدلعش. جاله هدف وجاله انفراد وجات له كره على طبق من ذهب، لكن ما قدرش يسجل هدف في مرمى لوبون، في فرصه عظيمه كانت للاعب مليك ايفونا. 40 دقيقه لعبه اصدقائي المشاهدين. جمهور المصري يعطي لوحه جميله جدا، لوحه جميله مره اخرى هنا في مدينه العين، في دار الزين، مدينه الجميله اللي كان مغفور له باذن الله الشيخ زايد يعشق هذه المدينه. وما ننساش كلنا في الذكرى الرابط ان شاء الله ذكرى الشيخ زايد، ندعو له دايما بالرحمه، الرجل العظيم والرجل الكبير اللي عنده مواقف عظيمه، مواقف تاريخيه لدى جمهوريه مصر العربيه. مصريين عظام اللي بيدوهم كوب ماء بارد ما بينساوش ابدا مدى الحياه، ما بالك المواقف الجميله. محاوله ثانيه على طول خطيره، لكن ترجع الكره لحارس المرمى شريف اكرامي. تتبدل المواقف، تتغير المواقف، تتغير الاسماء. الامارات ثابته مع جمهوريه مصر العربيه كالعاده، اثاره جميله في المباراه، اجواء جميله في اللقاء. شريف اكرامي يكمل سيناريو الشوط الاول، شال هدفين متاكدين بالنسبه لفريق نادي روما في الربع الساعه الاول من عمر المباراه. من عمر المباراة. انطلاق على طول أمامية، يا رب إن شاء الله الموسم اللي جاي دوري مصر يكون بجماهير، ونشتغل على كرة دمنية صناعة، وعندنا عقليات وعندنا إدارة جميلة، ومصر على فكرة ولادة، مصر ولادة. تمشي على طول الكرة الثانية سريع، عمرو جمال ممتاز، واحد ضد واحد، الباص ببطن القدم الأيمن، جميل جدا تدخل لعيب ويلعب أمام روما. النهاردة مكاسب كبيرة جدا في المباراة، ال 120 أو ال 150 ألف يورو للأهلي خدوا، مش هو ده الرقم، مش هو ده الرقم، إنما المكسب الكبير هو الانتشار الإعلامي، وإن النادي الأهلي يلعب مع فريق إعلامي، وإن تلفزيون روما ينقل، وإن الأجازيتا تتكلم عن النادي الأهلي، وإن الأجازيتا تتكلم على نادي القرن النادي الأهلي. مكاسب أكتر بكتير من 120 ألف يورو أو 120 ألف دولار حسب العملة، الدولار اللي بيضيع الصداع واليورو ما بيجيبش صداع خالص. تمشي على طول الكرة الثانية عن طريق جبل يوسف بالنسبة لصالح الأهلاوية. ثلاث دقائق الأخيرة،
الدقائق الأخيرة. والله كم أنت عظيم يا أهلي، والله كم أنت عظيم يا أهلي. الأهلي حاله حال كل الجينات المصرية، يثبت إيقاع جميل جدا في هذا المساء. تمشي على طول الكرة تاني في الأمام، إن شاء الله مصر، إن شاء الله مصر هتبقى وهي فعلا دايما أفضل وأحسن إن شاء الله في الفترات الجاية. مصر عظيمة، مصر كبيرة، مصر جميلة، مصر النادي الأهلي ومصر الأرقام والمعطيات والبراهين في المباريات الجميلة. تمشي على طول الكرة تاني في نص الملعب، كرة على طول أمامية، لكن في الأخير الكرة خطأ وركلة حرة مباشرة. أتموسفير جميل، أجواء جميلة، متعة ما بعدها متعة. الأهلي بعد كده لو سألته عايز تلعب فين يقول لك ألعب في السادة الزعب بن زايد على طول. ملعب وشه حلو جدا، 3-2 على روما. محمد صلاح، لكن باسم مش عليه الكلام ده. محمد صلاح من الغربية والنني من الغربية ومين تاني وشعراوي الأصول، يقال إن الأصول بتاعته كمان من الغربية. يبقى لازم كلنا نروح ندور في الغربية على شعراوي تاني وصلاح تاني. وإيه الموضوع إن الثلاثة دول من هذه المحافظة الجميلة والبلد الجميل؟ ثلاثة كله غربية وكله رايح على أوروبا يا حبيبي، يضرب الخط ويطلع على أوروبا. في الأخير في خطأ وركلة حرة مباشرة، ركلة حرة مباشرة. مباراة جميلة جدا بكل المقاييس، نقل جميل، الأجواء جميلة، الملعب روعة، النادي الأهلي قدم مباراة عظيمة، نادي روما قيمة كبيرة جدا، أي مكان يحط مكانه نادي روما هو كبير، وأدي اللاعب أحمد الشيخ واحد من المكاسب الجميلة. نادي الأهلي صالح سليم وماهر أمام وحسن حمدي، محمود الخطيب، طاهر أبو زيد، أحمد شوبير، سبت البطل، عمالقة كبار جدا، حمادة صدقي، نجوم كبار جدا على مر التاريخ، هاني رمزي، أسماء كبيرة. النادي الأهلي دايما 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 ولات. كابتن محسن صالح طبعا واحد من أبناء النادي الأهلي واسم بالأسماء الكبيرة جدا اللي لعبوا للنادي الأهلي، لكن ما مرنش الأهلي، مرن المنتخب وعمل أحلى مباراة في تاريخ الكرة المصرية مع نادي الإسماعيلي، مع نادي الإسماعيلي ضد النادي الأهلي، شقيق النادي الأهلي. خلاص السنوات اللي جايه عايزين الاخلاق الرياضيه والخلق الجميل، وعاوزين الجمهور يرجع، وعاوزين الشباب المصري يعرف ان كره القدم يا جماعه صناعه، وانت لما تعمل مشكله في الملعب بتضر بلدك وتضر نفسك وتضر جارك وتضر الواحد الصغير اللي ممكن يستفيد من كره القدم اللي فيها 5 مليون في مصر، ولسه ما خدناش بشكل كبير كصناعه، ولسه ما جبناش منها عائد مادي كبير كصناعه، وفيها 5 مليون بيشتغلوا. ما بال حضراتكم لو خدناها كصناعه زي البرازيل هيكون فيها كم مليون مصري بيشتغلوا. الموضوع كبير والحدوته كبيره، انطلاقه خطيره، اصله يا ستار، الهدف التعادل، الهدف التعادل لروما، استلام ايه، روعه ايه، متعه ايه، عبقريه الزمان وعبقريه المكان. فانكار يسجل هدف التعادل لفريق نادي روما، لروما. شوف الكرات الطويله اتضرب الاهلي بالكلام ده، واتضرب الاهلي بالمثلثات. نادي روما خلي بالك في 90 دقيقه، اديله حقه في الامطار الاخيره، لعب مباراة تكتيكية جميلة، وعنده مدرب عظيم اسمه سباليتي، وشفنا نواحي فنية جميلة استمتعنا بيها بالمباراة، شفنا مثلثات وتلعب الكرة طويلة، شفنا كرة تروح لتوتو يلعب أقصى الجبل يسرى، شفنا كرة تروح لمحمد صلاح ويلعبها أقصى الجبل يمنى، وشفنا فريق روما يأبى دائما أن يكون خاسرا في هذا المساء. إذن فيليام اللاعب فانكار يسجل هدف جميل بالنسبة لفريق العاصمة الإيطالية روما، ويتعادل أمام الكبير النادي الأهلي. يتعادل امام الكبير النادي الاهلي. بنبارك لنادي الزمالك بطوله افريقيا، البطوله العظيمه 26-25 في المباراه التاريخيه. مجلس اداره طور كثير جدا، واهم شيء ان نادي الزمالك تمت اعادته من جديد، وده مكسب كبير ليس فقط لمصر وانما للكره العربيه والكره الافريقيه. الزمالك والاهلي روحين بجسد واحد وبقلب واحد. الموسم القادم ان شاء الله شكل الكره وشكل الرياضه يختلف شكلا مضمونا كصناعه كبيره جدا بنامل من خلالها لبلدنا. تمشي على طول الكره يا سريع حسين السيد، ولد استلم، اسميك حسين روما عارض، لكن الكره الى لوبون كده، خلاص الحمد لله، اكتر من كده ما كناش نطلب. طب انت بتلعب امام روما، ما بتلعبش امام فريق عشوائي، بتلعب امام فريق كبير وكبير جدا، فريق كبير وكبير جدا.
يمشي على طول فريق روما أمامية كرة طويلة سهلة عن طريق حارس المرمى شريف إكرامي. شريف إكرامي كرات على طول تاني في اليسار كرات العرضية كرات العالية مصر كان فيها لعيبة مميزة بالرأس كان فيها الفنان جمال عبد الحميد كان فيها الفنان حمدي نوح كان فيها أسماء كبيرة جدا أحمد الكاس من الأسماء الجميلة اللي كانت بتسجل برضه كله على سبيل الذكر واللي بيجي في الذهن كله على سبيل الذكر واللي بيجي في الذهن تمشي على طول الكرة يسارية عمرو جمال الأهلي فاتح الملعب الأهلي معاه مدرب عالمي اسمه مارتينيول معاه مدرب عالمي اسمه مارتينيول نسينا طبعا اسماء واسماء كبيره انما كل ده من خلال سياق المباراه يمشي على طول الكره تاني بحاول التحضير هوبا هوبا سجل الاهلي سجل الاهلي سجل الاهلي سجل الاهلي احمد الشيخ في استاد الزاع الاهلي باحمد الشيخ الله عليك يا مارتينيول مارتينيول احمد الشيخ ايوه 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 يتولد من هنا يتولد احمد الشيخ من هنا والاهلي بالهدف الرابع في مرمى روما قاتلا من احمد الشيخ بص شوف عظمه الجمهور 1907 مئات البطولات ارقام كبيره تتحدث عن نفسها الاب يعطي للابن الشاره وادي على طول اللاعب احمد الشيخ واحد الاسماء الجميله وكاني اتفرج على ابو تريكه شوف طاهر ابو زيد اشوف الخطيب اشوف النجوم الكبار اللي ارتدوا قميص النادي الاهلي متعه الاهلي لا توصف في هذا اللقاء يا سلام عليك يا احمد يا ابو رجل رائعه يا ابو رجل رائعه ما فيهاش ولا 50 سنتي عظم رجل تروح شمال تقول له رغم الاطاعه رغم الاشاره الاهلي هو الاهلي الاهلي هو الكبير الاهلي في الدقيقه الرابعه يسجل هدف رابع اربعه في وش العدو تمشي كره تاني طويله اماميه يا ريتك كنت موجود يا رمضان خلاص رمضان الشهر الجاي يا ريتك كنت موجود يا رمضان يا ريتك كنت موجود يا رمضان كنت خليه يجي هنا يا جماعه كنت خليه يجوا وممكن نشوف طياره خاصه يتسوق وسباليتي يشوفه وايطاليا كلها تشوفه واتفرج وشوف النادي الاهلي وفي الاخير الكوره الى ركله ركنيه خلاص انتهت الحدوته يعقوب الحمادي الحكم الدولي الاماراتي صاحب السبع مباريات والحكم لسه قادم على فكره من اجل عيون هذه المباراه من بلد الساموراي من اليابان يطلق صفر نهاية المباراة 4-3 للنادي الأهلي يفرح الصغير يفرح الكبير تفرح الأنسة وتفرح الأم ويفرح الأب ويفرح 100 مليون مصري النهاردة بعظمة وروعة وقيمة النادي الأهلي إثبات كبير على جينات المصريين المصريين عندهم سيكولوجية التجمع وقت الشدة وقت ما تحتاجهم تلاقيهم سيكولوجية موجودة عند المصريين الشعب الطيب الحقيقة الشعب اللي عنده قيادات عبقرية جميلة والشعب اللي عنده الحاسة السادسة والشعب اللي عنده سيكولوجية التجمع وقت الشدة وقت ما يحتاجه تلاقيه ممتاز النادي الأهلي رائع الكابيتانو واحد من اللعيبة اللي هيتم تكريمهم النهاردة في هذا التوقيت سعد سمير ومحمد صلاح نموذج محمد صلاح مش عاوزين الماتش ده يعدي كده عاوزين الشباب اللي موجود في مصر يشوف محمد صلاح منين لمنين يا جماعه وفي اقاويل كتيره مطلوب في اماكن كتيره مطلوب في اماكن كتيره اذا ممتاز النادي الاهلي ممتاز النادي الاهلي دايما ان شاء الله مصر الامان دايما ان شاء الله مصر في الامان ومصر دائما تبقى كبيره ان شاء الله تاخذ مكانها وهي موجوده واخده مكانها واخده ارادتها مصر عظيمه برجالها في مؤسساتها العسكريه العملاقه مؤسساتها القضيه الشامخه بقودتها العظام مؤسساتها الشرطيه اليقظه الجميله الصحفيه الوطنيه المحبه لتراب هذا البلد قيمه كبيره جدا في بلد النيل والحضاره وطيبه الناس المعروفه والمعهوده لحظات جميله اجواء جميله شكرا دوله الامارات العربيه المتحده كالعاده شكرا استضافه 5 نجوم بل 7 نجوم بالنسبه لاشقاء المصريين في هذا المساء استمتعنا عبر صدى الملاعب او عبر صدى البلد وايضا بالنسبه لفريق النادي الاهلي استمتعنا عبر ابو ظبي الرياضيه فريق كبير جدا يزين اي شاشه في العالم النادي الاهلي الحقيقه في كل مبارياته إذن الأهلي كبير فوز آخر على فريق نادي روما إنما الفوز في هذا المساء فوز جميل وهناك تكريم وتتويج أيضا لمجموعة جميلة من اللاعبين بالنسبة لفريق نادي روما وبالنسبة لفريق النادي الأهلي مكسب كبير جدا ونجاح كبير جدا أكيد لقنوات صدى البلد اختبار جميل جدا جدا الحقيقة وهم مستمتعين وبعتين دايما شكر بشكل كبير جدا سيد محمد ابو العينين والهام ابو الفتوح وعمرو الخياط والفقي مجموعه الناس اللي حضرت معانا بالاضافه طبعا للكابتن احمد شوبير كله باعت الشكر طبعا للاصدقاء محمد المحمود رئيس مجموعه ابو ظبي الرياضيه والسيد يعقوب اجواء جميله جدا جدا في هذا المساء
لازلنا مع حضراتكم أصدقاء المشاهدين في لحظات التتويج الجميلة، تتويج بعض اللاعبين بالنسبة لصالح الفريق النادي الأهلي وبالنسبة لصالح نادي روما. دقائق وحنتواصل مع حضراتكم في هذا التكريم، تكريم الفريق أو تكريم اللاعبين حسام غالي وأعتقد توتي. أجواء جميلة جدا 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 في هذا اللقاء في هذا المساء. عاد على طول هنا أحمد الشيخ، الهدف الجميل برضو من المجموعة الجميلة اللي أدت مباريات جميلة الحقيقة في هذه الليلة. إذا ننتظر حضراتكم مرحلة التتويج وفترة التتويج. فترة التتويج، عاد على طول فان كان هدف الجميل جدا مدافع القلب، ردة الفعل وده أحمد الشيخ، أهداف جميلة جدا. أجواء جميلة. إذن بهدف أحمد الشيخ أصدقائي المشاهدين أبعت لحضراتكم أجمل وأحلى تحياتي. أنتقل من جديد للزميل العزيز أحمد شوبير على مستوى التقديم والكباتن الكبار الكابتن خالد بيومي، كابتن محسن صالح والكابتن ضياء السيد. إنما كل هذا الكلام إن شاء الله يكون بعد الفاصل. هذه أجمل وأحلى تحياتي، معلقكم الرياضي عصام عبده، ملتقايا إن شاء الله مع حضراتكم عبر قناة أبو ظبي الرياضية في مواعيد قادمة أخرى. كل الشكر لدى فريق العمل لدى صدى البلد، شكرا جزيلا. ملتقانا إن شاء الله مع حضراتكم في لقاءات أخرى هنا من درة الملاعب العالمية، من أجمل ملاعب العالم استاد هزاع بن زايد، التحفة المعمارية الإماراتية الجميلة، أجمل ملاعب العالم والملعب الخاص بفريق نادي العين بطل أبطال آسيا. إلى اللقاء. مشروم سوبر ستار من هارديز، مذاق النجوم. السبت 21 من الشهر الحالي، أقوى التحديات، في استاديو الأولمبيكو روما. نهائي كأس إيطاليا. سجل يا بولو، جول، وميلان يصل للمباراة النهائية. بين عمالقة إيطاليا. اليوبي يذهب إلى المباراة النهائية. منافسة من أجل اللقب ولكتابة التاريخ. نهائي كأس إيطاليا، أي سي ميلان يوفنتوس، مباشرة في هذه الأوقات على أبو ظبي الرياضية. هذه كرة، هذا ميسي، هذا ميسي، جول، فرصة هدف، جول، خطيرة، جول، صافرة النهاية، مبروك لبرشلونة. في موسم استثنائي ومواجهة نارية، يلتقي برشلونة مع إشبيليا يوم 22 من مايو الحالي على ملعب فيسنتي كالديرون بالعاصمة مدريد من أجل لقب كأس ملك إسبانيا 2016. فهل ستكون الكأس رقم 28 للبرسا أم السادسة للروخ بلانكوس؟ موعد استثنائي في نقل مباشر وحصري في هذه الأوقات على أبو ظبي الرياضية. استعد لمشاهدة إثارة كرة القدم العالمية مع قنوات أبو ظبي الرياضية على أو إس إن. تابع مواجهة برشلونة وإشبيليا في نهائي كأس ملك إسبانيا ونهائي كأس إيطاليا وأحداث الدوري الأمريكي. الكرة العرضية مباشرة وحصريا وبدقة HD مذهلة. أضف قنوات أبو ظبي الرياضية إلى باقتك في أو إس إن مقابل 19 درهم شهريا. للاشتراك اتصل الآن أو تفضل بزيارة osn.com/adsports اليوم. في الدور نصف النهائي من كأس رئيس الدولة، العين في هذه
هذه الأوقات على أبوظبي الرياضية. برنامج خاص عن ماراثون زايد الخيري نيويورك 2016 في هذه الأوقات على قناة أبوظبي الرياضية. عندما تكون الرفاهية وجهتك والفخامة سحر يشعرك بالراحة، فندق ونادي ضباط القوات المسلحة يقدم لك الخدمات والمرافق المتميزة بمستوى 5 نجوم. امنح نفسك وعائلتك وقتا للاسترخاء في أجنحة وغرف فاخرة. تذوق لذة أشهر المأكولات التقليدية والعالمية. قاعات متعددة لكافة الفعاليات والمناسبات تعكس روح أصالتنا. ولمحبي الاستجمام نقدم أفضل المرافق الرياضية والترفيهية الراقية. فندق ونادي ضباط القوات المسلحة بأبو ظبي. دلل نفسك بذكرى لا تنسى. من جديد أصدقاء المشاهدين وتكريم الفائزين في هذا المساء الجميل في هذه الأمسية الكروية الجميلة. تكريم كابتن عبد العزيز عبد الشافي والسيد مينا، ده صديقنا صلاح المرزوقي، واحد من المراقبين اللي موجودين في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم وطاقم التحكيم الإماراتي اللي أدار لقاء جميل النهاردة. الحقيقة مباراة في التاريخ أيضا بالنسبة ليعقوب الحمادي الحكم الإماراتي. إذن النادي الأهلي يحصل على لقب كأس. أدي صلاح المرزوقي يبدأ بالحكام، تتويج الكابتن يعقوب الحمادي مجموعة الحكام النهاردة في هذا المساء اللي الحقيقة أداروا مباراة جميلة جدا، مباراة النادي الأهلي وروما، مباراة إضافة كبيرة بالنسبة للحكم الدولي يعقوب الحمادي. مجموعة الرفاق النهاردة في هذه الليلة وفي هذا المساء كابتن عبد العزيز عبد الشافي، سعادة حمد بن خيرات العامري، اسماء كبيرة جدا مع نادي العين. طبعا نادي العين وصيف الدوري الإماراتي هذا الموسم أصدقاء المشاهدين، صاحب أول نسخة بالمسمى الجديد في دوري أبطال آسيا، واللي هذا الملعب طبعا هو الملعب الأساسي بالنسبة لفريق نادي العين. طاقم التحكيم لهذا المساء يعقوب الحمادي كان جه هنا مرة، آخر مرة كان لقاء الدوري لقاء بنياس أمام فريق نادي العين، كان آخر لقاء وآخر زيارة بالنسبة له كانت في هذا الملعب، آخر زيارة كانت بالنسبة له في هذا الملعب. إذن يعقوب الحمادي مجموعة قضاة هذا اللقاء، يعقوب الحمادي
عبد الله ناجي وادي إذن تكريم الآن يستمر بالنسبة لصالح قضاة الملعب بالنسبة لعبد الله ناجي وادي نجوم فريق نادي روما نجوم نادي روما بتوتي بالأسماء الكبيرة جدا جدا في هذا اللقاء دواليد مهدي مع سمير عدل الآن منسقين مع النادي الأهلي أصبحوا وفي هذه اللحظات أصدقائي الكرام يكرم فريق نادي روما مركز ثاني روما مركز ثاني جيكو ونجم الكبير جدا توتي لاعب الكبير جدا مثال الوفاء والانتماء بالنسبة لصالح ذئاب روما لصالح فريق روما توتي مركز الثاني توتي توتي كان حقق لقب الدوري عام 2000 و2001 مع روما واحد من الأسماء الكبيرة جدا من العشرة الكبار اللي نادي روما دايما في تاريخهم محمد صلاح النجم الكبير جدا محمد صلاح ادي محمد صلاح واحد من اللعيبة اللي بتتغنى بيه طبعا صلاح فرانشيسكو توتي هيكمل 40 سنة في سبتمبر القادم نجم الكبير وادي سباليتي واحد من عظماء المدربين الحقيقة مدرب مكسب كبير جدا لأي مكان الحقيقة موجود فيه سباليتي أضاف إضافة كبيرة جدا للفريق وطور من أدائه طور من مستواه والآن بعد تتويج فريق نادي روما فريق العاصمة الإيطالية روما ننتظر تتويج للكبير المصري إنه النادي الأهلي سيتوج الآن بأرقام جديدة وبطولة جديدة وكأس جديد وفوز تاريخي جديد جدا على فريق نادي روما أدي الكأس اللي هتروح الجزيرة هتروح الجزيرة جزيرة النادي الأهلي معقل النادي الأهلي إذن حيكرم سيد عبد الحفيظ وأسامة عرابي شوف الأخلاق الجميلة أسامة عرابي مقدم سيد عبد الحفيظ محمد عظيمة وادي الكابتن عبد العزيز عبد الشافي الراجل قدامكم ده حدوتة كبيرة في الكورة حدوتة كبيرة في الكورة والأهلي جابه في فترة جميلة جدا وادي محمد عظيمة محمد عظيمة المدرب اللي عنده بروفيشنال لايسنس كمدرب عربي مصري موجود حاله حال كل المصريين الناجحين الحقيقة والله لو رحت لهولولو لبعض استراليا باستراليا تانية تلاقي مصريين ما شاء الله موجودين تلاقي مصريين موجودين اديله البيئة اديله المكانة تلاقيه على طول ما شاء الله موجود وحاضر وناجح النهارده نجاحات كبيرة مكاسب بالجملة كل استفاد الكل الحقيقة استمتع بهذا اللقاء واستمتعنا بمباراة جميلة جدا النادي الأهلي أثبت فيها قدرات كبيرة وأثبت فيها إنه دايما الحياة موجود ودايما حاضر في كل وقت وفي كل مكان حبارة تاني هذا البلد اللي الحياة أيضا شرفت الإمارات العربية المتحدة اشتغلوا بشكل شكل بروفيشنال ممتاز كابتن أحمد شوبير ورفاقه طبعا في الرحلة الجميلة بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا صدى البلد والشاه حلو وأبو ظبي الرياضية والشوم حلو على فريق النادي الأهلي إنما الملعب ده هيرتبط بالأهلي على فكرة تاريخيا لأن ده الفوز الثاني واللقب الثاني بعد لقب السوبر أمام شقيقه نادي الزمالك هنا في هذا الملعب في مباراة كانت جميلة بحضور 25 ألف مناصر أهلاوي وزملكاوي النادي الأهلي فاز بلقب السوبر النهارده يفوز بلقب آخر وعلى فريق عالمي هنلاقي صورة النادي الأهلي على موقع روما وعلى مواقع أوروبية جميلة في الجازيتا الإيطالية في الأس الأسبانية وفي صحف عالمية جميلة النادي الأهلي يبقى كبير الأهلي هو الأهلي والله كم أنت كبير يا أهلي الأهلي هو الأهلي أهلي 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 هو دايما ينده لكل الجماهير المصرية فرح 25 ألف مناصر النهاردة ملوا جنبات هذا الملعب ملوا استاد هزاع بن زايد نقل تلفزيوني أكثر من رائع من دولة الإمارات العربية المتحدة من مؤسسة أبو ظبي للإعلام نقل جميل ونقل الحياة يفتخر به كل القائمين وكل العاملين في دولة الإمارات وتحديدا في مجموعة أبو ظبي الإعلامية الجميلة استمتع النادي الأهلي الكل متعطش دايما للحضور مرة أخرى إلى هذا الملعب إن شاء الله نشوف فرق مصرية كثيرة وفرق عربية كثيرة ودائما الإمارات مضيافة في كل أوقاتها وعبر تاريخها اتغيرت الأحوال تغيرت وتبدلت الأحوال الإمارات تبقى الإمارات شعب عظيم جدا جدا شعب الإمارات شعب مضياف وزي ما قلت لحضراتكم جينات المنطقة بالكامل منطقة الخليج هي جينات الكرم والطيبة والاستقبال الحار
الآن حيتم تكريم النادي الأهلي. حمد بن خيرات العامري راعي المباراة واللي أضاف إضافة كبيرة جدا جدا، أسماء كبيرة جدا، محمد خلفان الرميثي ونادي العين وأسماء كبيرة جدا جدا دايما. وادي المدرب مارتينيول، مارتينيول من انجلترا للفوز على روما وخد التجربه وقال برغم ان المباريات مضغوطه والكابتن حسام غالي. اذا النادي الاهلي هو بطل هذا المساء، بطل هذا الكرنفال، لقطه معبره، لقطه تاريخيه. حسام غالي هو الكابتن، يكتب يا تاريخ، حسام غالي هو من كان كابتن للنادي الاهلي في ليله المساء، في ليله الفوز على فريق روما، العاصمه الايطاليه روما، لا تقف ندا ولم تقف في هذا المساء امام النادي الاهلي. الاهلي يبقى الاهلي، يبقى عظمه الاهلي من مكان الى اخر، من استاد الى اخر، ولكن في هذا المساء وفي هذه الليله الامور مختلفه. الف الف مبروك للنادي الاهلي، لجماهيره، لعاشقيه، لمحبيه، لرئيس مجلس ادارته، لكل النجوم الكبار اللي ارتدوا قميص النادي الاهلي، للشعب المصري بشكل عام. هذه الفرحة وهذا المستوى العالمي الجميل إضافة لجمهورية مصر العربية بالكامل. إذن دائما أنت مصر العظيمة، مصر عظيمة. بأحلى هذه الكلمات نترك حضراتكم دائما على أمل اللقاء إن شاء الله. ليس هناك وداع، وإنما دائما هناك ارتباط ما بين قنوات أبو ظبي الرياضية والقنوات المصرية. سعدنا جدا الحقيقة بوجود أشقائنا، بوجود أصدقائنا، بوجود كل العاملين مع صدى البلد، من أول رئيس مجلس الإدارة لحد آخر واحد موظف موجود معانا هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. مرحب بكم في أي وقت في أي مكان. مبروك للنادي الأهلي، مبروك أيضا لأبو ظبي الرياضية، مبروك لصدى البلد، مبروك للكابتن أحمد شوبير. الحقيقة إضافة كبيرة جدا، تاريخ لأحمد فتحي، تاريخ لمؤمن زكريا، تاريخ لوليد سليمان، تاريخ لكل نجوم النادي الأهلي يضاف إلى هذا المساء. عاوز أيضا السيد التحليلي يشاركني الفرحة الجميلة إن شاء الله. فاصل قصير بأمر وليد ريحان وعماد يوسف، الرجل اللي عمل مجهود كبير جدا الحياة في هذا المساء. مبروك، ألف مبروك للنادي الأهلي. استاد هزاع بن زايد محطة مهمة في تاريخ القافلة الحمراء، والتاريخ هيثبت هذا الكلمات، هذه الكلمات في السنوات القادمة. هذه أجمل وأحلى تحياتي من هنا من دولة الإمارات العربية المتحدة، من ملعب استاد هزاع بن زايد، معلقكم الرياضي عصام عبده. إن شاء الله مصر دايما للأمام، مصر دايما لفوق، مصر دايما لأعلى العليين. تحياتي، إلى اللقاء.